في من البلاد اللي في العالم بتحكمت غلط، في بلد اسمها البيرو، ودي حكمها واحد كده في يوم من الايام سنه 1990 اسمه البرتو في جماري. عمك البرتو ده دخل انتخابات ونجح فيها، لكن فجاه مسك السلطه كلها في ايده. وعلى فكره جاء البيرو برضو بنفس النظريه. كانت البيرو او البيرو بتعاني من ارهاب وفشل اقتصادي، والناس كانت زهقت من الناس السياسيين. فالناس لما شافت ألبرتو ده قال لك بس ده هو ده اللي على الحجر يا معلم. وفجأة بقى ألبرتو في جماري ده عظيم جدا، دخل من هنا يا معلم يقضي على الإرهاب والإرهاب المحتمل ويرفع الاقتصاد. الدنيا باظت، قعد من 90 لحد 2005 تقريبا حاجة كده، يعني قعد ماسك البلد بإيد من حديد. فشلت البلد فشل ذريع، مش بس كده ده كمان قتل ناس بدعوى انه بيقضي على الإرهاب. كانت النتيجة ان البرلمان البيرو، البرلمان الحقيقي، حل الأزمة دي كلها بانه سحب الثقة من الرجل ده وطالب بمحاكمته. مفيش تلف ولا دوران، ولا عملوا صندوق للبيرو، ولا شحته، ولا اي حاجه في الدنيا. قال لك المشكله في الراجل ده، طالما المشكله في الراجل ده يبقى نشيل الراجل ده ونسجنه. واخد حكم في 2009 25 سنه سجن. السنه اللي فاتت تقريبا في 23 طلعوه عشان صحته باظت. حتى لما طلعوه حصلت مشكله في البيرو والناس كانت متضايقه جدا يطلعوه ليه. الحل واضح، لا نلف بقى ولا ندور. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان أقول لكم أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمة اقتصادية طاحنة، الدولار عدى 60 والذهب سافر فوق 3500، البلد وضعها صعب جدا. احتياطي مصر الحقيقي تقريبا يدوب 7-8 مليار، الباقي ودائع. أنا مش هجيب حاجة من عندي، اتفضل آدي احتياطي النقد بتاعك يا سيدي طبقا لمصادر البنك المركزي. 35 مليار كل اللي عندك من الدولارات من العملة الأجنبية، 28 مليار منهم ودائع، 7.2 مليار دولار دي صافي الاحتياطي بتاعك. ده طبقا مصادرنا البنك المركزي المصري. كل اللي حيلتك تملكه من حطام الدنيا 7 مليار دولار بس بس بس، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. لازم حل، حد يفكر في حل سريع، حد يفكر في حل من غير ما يبيع مخدرات للناس. لا، عايز حل بقى من حل بتاع النظام ده، هتاخد مخدرات، تاخد حاجات كويس قوي. احنا في الحالات اللي زي دي كنا محتاجين ناس تفكر بره الصندوق. انما الحقيقة ان السامسونج اشتغلوا كلهم خبراء اقتصاد وحطوا حلول من جوه الصندوق. مثلا عندك احمد موسى، احمد موسى ودماغه العالية رفع الشعار اللي يتكلم نحبسه. يا خبر ابيض، وده حل؟ اسمع كده. بزور دول عربيه شقيقه كثيرا، لما بزورهم ممكن مواطن عنده اسعار غاليه في بلده ودول غنيه فيفضفض معاك. طب انتوا بتقولوا ده على المواقع؟ قال لك لا يمكن. قال لك مين اللي يقول ده؟ اقدر اكتب على تويتر ولا اكس ولا فيسبوك انه عندي سعر لتر البنزين زاد كام ولا اسعار غليت كذا؟ قال لي جيبوني من البيت. بديكوا حاجه بسيطه، ما بالك حد يطلع على الاعلام يتكلم كده؟ انا مش عارف احمد بيجيب الثقه دي منين. يعني منين بلد غنيه والناس فيها بتشتكي؟ يعني السعوديه مثلا، الكويت مثلا، الامارات، بيجيب الثقه والاداء، اداء اللي فيه ثقه. بزور بلاد عربيه كتير، قابل ناس بيجيب الثقه دي منين؟ الناس في الامارات بتشتكي من الاسعار. الناس بص الاداء. بزور بلاد عربيه كتير، ما اعرفش هو بيعمل ايه كده. يا احمد يعني ايه انت عايز اللي يتكلم في الاسعار يتحبس يعني؟ سيبك من احمد موسى، سيبك من احمد موسى. نروح لخير رمضان اللي رفع شعار بتوع قريش وقال لك نحن غرابعك، وقال لك امنعوا الحج والعمره لان هم دول سبب الخراب. اسمع كده.
احنا من اكتر الدول اللي بيسافر منها ناس للحج. يعني الحج تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي او قرعه حوالي 60,000 70,000 كل موسم. لو حسبناهم هنلاقيهم معديين 100 مليون دولار. طب بيسافر في العمره قد ايه؟ المتوسط في السنه للمصريين 500,000. انا عايز اقول لكم ان في عمرات دلوقتي ب 250-300,000، وفي حج بيوصل لمليون جنيه غير اللي ب 200,000. لو حسبنا المبالغ دي واحنا طول السنه الناس من عندنا بتطلع، هنقول ان في حاجه غلط. الحج من استطاع اليه سبيلا شخص ومره في العمر. في ناس بتسافر 20 و30 مره، العمره مره، واللي قادر يروح مرتين. لكن لما تبقى بلدي في ازمه، مصر في ازمه حقيقيه، لازم اقول انا هوقف العمره لمده سنه. مش هنروح النار على فكره لو ما عملتش عمره السنه دي، حتى لو مت وانا كانت نيتي كويسه. انا ما اعرفش ايه علاقه الحج والعمره بالدولار، وانا لا رحت حج ولا عمره. بس فعلا بجد والله، هو انا بسال يا جماعه، بسال محدش يمسك عليا ويقول لك صحيح مصر ما تصدقش. انا بسال ايه علاقه الحج والعمره بالدولار؟ الا اذا كانت السعوديه العمله بتاعتها الدولار. ايه علاقه الحج والعمره بالدولار؟ ده مبدئيا السؤال ده يهمني انا. فالاخوه المشاهدين الكرام، لو حد عنده اجابه يقول لي ما علاقه الحج والعمره بالدولار، اكتر خيره يبقى اضاف لي معلومه. اللي انا اعرفه اخر معلوماتي طبقا لسنه 23 انه السعوديه بتتعامل بالريال، وبالتالي اللي عايز يسافر السعوديه بيغير للريال، لانه هيروح السعوديه مش هيصرف دولار، هيصرف ريال. الا اذا كانت الكعبه نقلوها في ايسلندا او نقلوها في الاتحاد الاوروبي او نقلوها في واشنطن، انا ما اعرفش. دي اول حاجه. ثم الحاجه الثانيه، 60,000 واحد هيسافروا او بيسافروا الحج، دول هيوفروا لك كام يا اخ خيري؟ ما هو ده خيري بتاع البطاطين. حد فاكر خيري لما جات لنا بطاطين اعانه وقعد يقول بطاطين ناعمه وحلوه؟ هو انت يا خيري ما بتسكتش خالص، ما بتهمتش؟ قال لك بيسافروا 500,000 واحد للحج والعمره، يعني الحج 60,000 و نص مليون بيسافروا سنويا للعمره. دول بيكلفوا دولار كام؟ والله العظيم انا بسال بصدق، ما علاقه السعوديه او الحج والعمره اللي في السعوديه بالدولار؟ اللي يعرف يقول لي. انا ما اعرفش ان واحد عشان يحج يروح يغير مصري لدولار عشان يروح السعوديه يصرف بالريال. انا ما اعرفش، ما عنديش فكره، الا اذا كنا بنلم ريالات بقى، ده موضوع تاني. الناس علقت لخير رمضان عموما، يعني ادي تعليقات الناس، جايز الاقي فيها الاعلامي خير بيبتكر حل لجهاز الازمه الاقتصاديه وانقاذ الجنيه من التدهور، يقول لك يجب منها ومش هتروح النار لو ما عملتش عمره حتى لو مت لان نيتك. التعليق لكم، ده حساب باسم نجوى. دي البداية ثم الحج لمدة سنتين ثم الصلاة ثم الصيام ثم فيش دين اسمه الإسلام. وإحنا هنغيرها من عمرة إلى رحلة سياحية للسعودية ونعمل عمرة ويكتبها الله على نوايانا. انتظروا غضب الله قادم طوفان. الناس بتضحك. أنا ما حدش قال لي لحد دلوقتي إيه علاقة الحج والعمرة بالاسمه إيه بالدولار. والله أبي الحزم بيقول لك لا جديد يذكر في هذا، دأبهم كل بلدان وهذا معلوم منذ زمن، لكن الأمر أصبح ظاهرا اليوم. أما أن يقال نلغي الضرائب وتعطي أراضي للإصلاح ويمنع الاستيراد ما لا يحتاج له، تتهم بالفلاحة والصناعة إلى آخره. يعني أنا برضو حتى الآن ما حدش جاوبني، وهذا سؤال للإخوة الاقتصاديين. الدكتور مصطفى شاهين حد يكلمه؟ حد يكلم حد راح الحج والعمرة قبل كده؟ وأنت بتغير بالدولار؟ أنا ما أعرفش والله. لكن هو ده خيري. فاكرين خيري بتاع البطاقة؟ هو ده. فاكر خيري؟ اتفضل كده. حاجة ألاسكا خالص، بطانية بجد، وبطانية تقيلة، وطبقتين تقال، بطانيتين في بعض يدفوا حلوة قوي. كتر خيركم، احنا بنشكر اخواتنا واهالينا اللي بره اللي فكروا في اخواتهم في مصر واللي استجابوا لدعواتنا. ده كانت دفعة بطاطين جاية من الخليج، ما هو ده خيري. طيب خلاص، على كل حال، اذا احمد موسى الحل عنده، اللي يتكلم نحبسه، اللي يتكلم في الاسعار نحبسه، خير رمضان نمنع الحج والعمره. في حد عنده حل تاني؟ قال لك نعمل صندوق الدين. حد 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 انت عارف في واحد راح جاب فكره من 147 سنه اللي هي بتاعت صندوق الدين. حد فاكر صندوق الدين بتاع الخديوي اسماعيل اللي هو ده؟
اهو في 2 مايو 1876 انشأ الخديوي اسماعيل صندوق الدين. السبب الانشاء كان العجز عن سداد الديون في البنوك الاوروبيه. حجم دين مصر كان 91 مليون جنيه. خدمه الدين كانت 80% من ايرادات الدوله. اعضاء الاداره كان عضو انجليزي، عضو فرنسي، عضو نمساوي، عضو ايطالي. الاثار المترتبه بقى الانجليز دخلوا. دي حل من 147 سنه. تخيل ان صندوق الدين حد النهارده بيفكر فيه. ايوه عمرو اديب بيفكر في عمل حاجه اسمها صندوق اصدقاء مصر. بس والديانة قبل ما يعملوا الصندوق كانوا شفطوا خير مصر اصلا واتدخلوا في سياستها وقرروا يمهدوا الطريق الاول عن طريق صبيانهم في الاعلام لفكره شيطانيه قديمه من 147 سنه اسمها صندوق الدين، هو دلوقتي عشان ابديت يعني صندوق اصدقاء مصر. وبدل ما هي بريطانيا وفرنسا والنمسا وايطاليا زمان، خلاص بقى الاتحاد الاوروبي وامريكا والخليج. اسمع فكره عمرو اديب. انا تقديري ان انت لازم يبقى عندك حاجه زي مؤتمر، زي صندوق، حاجه اسمها اصدقاء مصر. ناس يقرروا يقعدوا مع بعض، يبقى امريكا والاتحاد الاوروبي ودول الخليج كلهم يقرروا كده يعملوا صندوق ما علشان يدعمك. غير كده انت لن تستطيع، الحمل تقيل قوي، الفلوس اللي عليك كتيره جدا، فانت لازم تعمل حاجه تجيب فلوس من بره مش من جوه. من جوه انت بتبيعه كده، بس انت لازم يجيلك مبلغ من بره معتبر. هو السؤال يا عمرو معلش، هو الصندوق ده هيشرف عليه الاتحاد الاوروبي والسعوديه او الخليج وامريكا؟ يعني هيدفعوا لك ليه؟ ما هم دفعوا لك يا عمرو قبل كده 90 مليار والسيسي بعزقهم على القصور والطيارات، ثم الناس دي هتيجي تشتغل يعني؟ طب هو ايه علاقه الصندوق ده بالشركات اللي تتباع، اللي بتتباع دلوقتي او اللي اتباعت؟ ثم الصندوق ده هيدير مصر يعني؟ هيجيب فلوس ازاي؟ هيجي واحد زي كده صندوق الدين بتاع الخديوي اسماعيل، هيجي واحد من امريكا او ناس من امريكا وناس من الاتحاد الاوروبي وناس من الخليج يديروا مصر؟ ما هو ده اللي حصل في صندوق الدين بتاع الخديوي اسماعيل من 147 سنه 1876. كانت النتيجه ايه؟ ان كل مليم بياكل بيه الخديوي هم اللي كانوا بيصرفوه. هو ده الحل يعني؟ انت ما حدش عنده امل في السيسي خالص؟ حتى اللي كانوا بيقولوا مش هنقع، مش هيسيبوها تقع عادي جدا، عمرو اديب نفسه بيقول في الفيديو ده احنا في ازمه. وبيقول اسمع الفيديو ده كده، اسمع الفيديو ده. ده انت فرد، امال لو دوله؟ ولو سمحتم الناس اللي قاعده بفكره ان مصر لن يسمح احد بان يبقى عندها مشاكل لا اديهم سامحين. بالمناسبه انتوا مش واخدين بالكم، احنا في مشكله فعلا، احنا مش رايحين المشكله. كان زمان من سنه او كده يقابلك حد يقول لك ايه، هو احنا رايحين على فين؟ لا، انت الان في قلب الاعصار، انت الان في قلب العاصفه، وهذه دوله شايله على عاتقها طبقات او طبقه بعينها فيها عشرات الملايين، وعندها التزام محترم انه لازم هناكلهم عيش، لازم هنعمل لهم مواد تموينيه، لازم يبقى في تكافل وكرامه، لازم 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 كل هذه الاشياء. فانت عايز يبقى عندك الضمانه الاجتماعيه دي، وعايز في نفس الوقت تدفع الديون اللي عليه، وعايز في نفس الوقت تمشي في الحياه، وعايز في نفس الوقت تدفع الكهرباء، وعايز في نفس الوقت تبقى الحياه تكمل المشاريع اللي عندك، عايز تعمل ده كله. ما حدش هيقدر يعمل ده كله. ما هو انت لو تقدر تعمل ده كله امال احنا الوضع اللي فيه ده ليه؟ لكن مين يتحاسب بقى على المشكله دي يا عمرو؟ مش انت وبقيه الكتيبه اياها اللي قعدتوا تضحكوا على الناس من 10 سنين؟ مش انتوا اللي روجتوا للناس بتفريعه القناه بان الازدهار جاي بالعاصمه الاداريه؟ مش انت يا عمرو وزمايلك كلكم على الشاشات اللي قعدتوا تشتمونا وتكذبونا من 10 سنين واحنا بنقول لكم كلها خطوات فاشله؟ ده انت لازم تتحاسب، انت اول واحد تتحاسب يا عمرو، انت ومراتك واصحابك. وبعدين ايه حكايه الصندوق اللي انتوا عمالين تروجوا عليه ده؟ صندوق اصدقاء مصر؟ لا، اصدقاء السيسي، ده كلام فاضي. هل دي قنبله دخان؟ لانه كمان واضح ان الاقبال عليها كتير، يبدو ان ده سكريبت نازل جديد عادي لا يعجله. زميل بكري في البرلمان النائب الصحفي اللي كان صحفي محترم عماد الدين حسين خبط نفس البقين وقال لك انه بينقل عن مسؤول رفيع المستوى. بصوا في الشروق، الشروق وصلت لليوم السابع.
عماد الدين حسين ينقل عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، ما قالش هو مين. احنا في التجيل كله ان في المستقبل القريب سوف يشهد انفراجة واضحة وسيلمسها الناس خلال شهور وليس سنوات. المسؤول البارز اللي هو مرضيش يقول اسمه قال لك ان العوامل الخارجية كانت هي السبب الرئيسي في الازمة، لكنه لا ينكر ايضا وجود اسباب داخلية. سيادة المسؤول قال له في اللحظة اللي بدأنا نستعد فيها عشان نجني ثمار الإصلاح جت كورونا، وهب أمنا جت الحرب الروسية الأوكرانية. لكن في أسباب داخلية، إن احنا اعتمدنا على الأموال الساخنة وهي غير مضمونة ولا يمكن التحكم فيها من الداخل، بالإضافة على الإصرار على تثبيت سعر الدولار عند 15 جنيه لفترة طويلة. ده كمان مقال، كان مقال لعماد حسين في الشروق، قال لك مسؤول حكومي رفيع المستوى. يعني ايه رفيع المستوى؟ ما طلع رئيس الوزراء قال 6 سنين. يعني هل المسؤول الحكومي رفيع المستوى اعلى منصب من مصطفى مدبولي؟ مصطفى مدبولي طلع قال احنا 6 سنين ونتحل الازمة. مين بقى المسؤول رفيع بيه اللي قال انه قريبا جدا؟ نفس فكرة عماد أديب، صندوق كمان اديه مندوب دولة الإمارات أو الإماراتيين، قال لك الرقم اللي جاي تحديدا في الصندوق ده 20 مليار. أهو رئيس الوزراء أهو قال لك 6 سنين تجاوز الأزمة. الكلام ده في 14 يناير يطلع عماد حسين يقول لك مسؤول رفيع المستوى قال لي في القريب العاجل. ضحك على الدقون، هكس هاتش، كله في الكليتش، كله بيقول اي حاجه. ويطلع بقى الارقام بدات تظهر اهو، ادي نشأة الدية قال لك 20 مليار. اسمع جيد، ومن مصدر او من مصادر علينا بين قوسين، خلال اسابيع قليله ان شاء الله، خلال الاسابيع قليله سيكون هناك عائد دولاري ضخم داخل البنك المركزي. مش بقول كلام يعني نوع من ان انا بعمل يعني محاوله لتهدئة، لا 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 انا ما عنديش كلام ده. انا عندي معلومه مؤكده من مصادر مسؤوله انه خلال اسابيع قليله سيكون هناك عائد دولاري يعني رقم ضخم، يعني لن يقل عن 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري. 20 مليار؟ لا، وقال لك مش هيجوا قروض ولا مساعده. امال هيجوا ازاي؟ السنه هتمطر 20 مليار دولار، الارض هتدفع 20 مليار دولار. طب معلش، احنا حتى هنعتبر الكلام ده مش مخدرات، هنعتبر ان ده مش سكريبت واحد وكل واحد فيهم قعد مع مسؤول. يعني عماد الدين حسين قعد مع مسؤول حكومي رفيع المستوى قال له في القريب العاجل، نشأة الديهي قعد مع مسؤول كبير رفيع المستوى تاني غير الاولاني قال له 20 مليار دولار. معلش، احنا لو دي مش مخدرات، احنا عندنا كام سؤال مهمين عن الفلوس دي والصندوق ده. اولا، بافتراض ان الموضوع الحق انك هتحصل على 20 مليار دولار، يا ترى دول هيقدروا يخرجوا مصر من ازمتها؟ لو في صندوق وجالك فيه دلوقتي 20 مليار يا ترى ده هيحل أزمة فعلا؟ تخيل كده ان عليك اقساط دين سنة 24 بس اللي احنا فيها دي، ارقام مرعبة. انت عليك تقريبا 42 مليار تسددهم السنة دي. اهو ادي جراف الديون، اتفضل يا استاذ. 42 مليار دولار ديون مستحقة باول 9 شهور في 24. أصل القرض بتاع حضرتك 36 مليار قرض الصندوق، عليك التزامات في البنك المركزي 21 مليار دولار، عندك فوائد 6 مليار دولار، المجموع كله على بعضه 42 مليار دولار. حضرتك عندك، لو افترضنا ان السماء مطرت ندعت 20 مليار دولار هتعمل لك ايه؟ ده انت مديون ب 42 مليار. لكن السؤال الاهم بقى، الفلوس دي اصلا مش هتسد معانا حاجه، تمنها ايه بقى؟ اللي هيديك ال 20 مليار تمنه ايه؟ ايوه، هياخد ايه مقابل؟ بيحب رموش عينيك يعني، ولا هيديها لك ازاي؟ عاشقك في الضلمه؟ لا، اكيد لها تمن. اسمع كده عمرو اديب بيقول ايه؟ وبرضه غني عن البيان عشان اكون واضح، اي شيء هتعمله ليه تمن، مفيش حاجة هتكون مجانية،
والأتمان في الوقت ده بقت غالية. يعني انت عشان تخلص مع الصندوق، معلش انا اسف يا جماعة، الناس اللي بتتكلم في الوطنية ومصر ما فيش الكلام ده. الناس هتيجي تقول لك انا هديك كذا، انا لو سمحت علشان ابقى مطمنة ان انت هتمشي في الطريق الصحيح اللي هم قالوه من سنتين، انا عايز واحد اتنين تلاتة. عايز تفضل، مش عايز هيفضل قاعد كده. عمرو طبعا خلاص جنسية سعودي بقى في الحتة التانية. عمرو يوقف يتكلم دلوقتي بإيه؟ بطلاقة. الراجل معاه جنسية سعودي، لكن يا ترى إيه الواحد واثنين وتلاتة دول اللي ممكن يكونوا تمن للعشرين مليار دولار اللي هم بتوع صندوق أصدقاء مصر؟ هل ممكن يكون التمن ده مثلا تسريع تسليم تيران وصنافير اللي لسه مصر بتماطل في تسليمها؟ وطلع رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريح غريب يقول ان موضوع تيران وصنافير لم يعرض علينا اصلا، رغم ان المحكمة اقرته في 2018. ادي الخبر اهو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اتفاقيتي جزئيتي تيران وصنافير لم تعرض على المحكمة. ايه التصريح الغريب ده؟ وايه وقته؟ وليه دلوقتي؟ ده من 2018 اخر تحديث اهو، السبت 20 يناير 24، تحدث المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا عن تدخل المحكمة في قضية جزيرة تيران، وقال مقابلة مع برنامج مساء دي ام سي اللي بيقدمه أسامة كمال ان هناك دعوتين اقيمتا امام محكمة الدستورية العليا في هذا الاطار، واحدة من الحكومة تقول فيها ان الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا تخالف احكام المحكمة الدستورية فيما يعرف بمنازعة التنفيذ، وأشار أن الدعوة الثانية أقامتها الحكومة أيضا وتشير أن هناك نوع من التنازع بين أحكام القضاء وأحكام القضاء العادي، ولفت أن المحكمة الدستورية لم تعرض عليها اتفاقية تيران وصنافير من الأساس، وجدر التأكيد على أنه لم يعرض على المحكمة حتى الآن اتفاقيتي جزيرتي تيران وصنافير، لكن المحكمة فصلت بأن القضاء الإداري غير مختص بالقرار الصادر عن مجلس النواب، وأن جهة القضاء العادي غير مسلطة على جهة القضاء الإداري لوقف تنفيذ أحكامه. هو أنتوا ما سلمتوش تيران وصنافير؟ معلش، أم الأم السيسي كانت قالت له ما تاخدش حاجة حد، هو قال لها كده، قال لك أمي قالت لي ما تاخدش حاجة حد. وبعدين ده أنت قلت الحاجة لسه من 2018. تفضل. المحكمة الدستورية بمصر تبطل أحكاما بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير. ده كان امتى؟ 2018 من رويترز. النهارده في الشروق المستشار بولس فهمي بيقول ما تعرضتش علينا اصلا. فهل الثمن هيكون ثمنها 20 مليار؟ والسعوديه هتديهم لك كاش كده؟ واحتمال برضه يكون الثمن سياسي مش اقتصادي، يعني مقابل ال 20 مليار دولار دول اكون طرف في صفقه لترتيب وضع ما بعد ما بعد غزه. يعني اقبل التهجير، ده انا بقول لو مش مخدرات او اي تنازل تاني. ادي خبر اهو، مصر هل يهرب الهرب العرب لصفقه بايدن ام ينتظرون نتائج انتخابات نوفمبر؟ شوفوا حضرات ببساطه جديده، كل المذيعين دلوقتي بيدوروا على حل. احنا وقعنا ولقد سقطنا في الفخ، نطلع منها ازاي؟ اللي قال لك نمنع الكتابة عن الأسعار، واللي قالك نمنع الحج والعمرة، واللي قالك نعمل صندوق نتنازل عن حتة في مصر. شوف اللف ده كله، مش عاجبك كل ده؟ ها أنا مش عاجبني، هتقولي ليه نقبل بكل ده وليه نسكت عليه ولا بد أن نتحرك؟ الحقيقة السيسي طلع على طول النهاردة يهددك بالسيناريو اللي انت عايزه، الأقبح والأسوأ، ويستغل أزمة السودان ويعيد تهديد الشعب المصري للمرة الثانية. الراجل طالع يقول لك الصومال دخلت في أزمة من سنة 90 ما خرجتش منها 30 سنة، فخلي بالكم من مصر. الراجل بيقول لك ببساطة إني أنا أو الفوضى. بيقول لك ببساطة إن اللي حصل في البيرو مع البرتو في جموري ده مش هيحصل معايا. البرلمان بتاع البيرو هو الراجل ده،
عنده 85 سنة دلوقتي. الراجل ده نجح في انتخابات 90، مسك ألبيرو بقبضة من حديد، وكانت البلد بتعاني من أزمة اقتصادية طاحنة ومن إرهاب وإرهاب محتمل. عارف كل جريمته إيه؟ إنه قتل ناس باسم محاربة الإرهاب، قتل تقريبا 25 واحد بس. وعنده تهمة تانية الفساد، إنه لهب فلوس لدرجة إنه عنده بنت اسمها كيكو تقريبا، نزلت الانتخابات 3 مرات ولا مرة نجحت، ولا مرة بتطلع من الحاجات الأولانية. يعني الراجل ده خد 25 سنة حكم سجن، لسه طالع يمكن السنة اللي فاتت لأنه صحته تعبت، ومع ذلك جزء كبير من الشعب قالك مش المفروض ده يطلعش عشان قتل 25 واحد. احنا عايشين مع واحد قتل آلاف وعادي جدا. احنا عندنا مذيعين بيدوروا على حل عندكم انتوا. مصطفى بكري طالع يقول لك وماله الكهرباء لما تقطع عندك، عادي ما انت بتخدم بلدك. احمد موسى طالع يقول لك ما نحبس الناس اللي تتكلم. عمرو اديب طالع يقول لك نعمل صندوق ونشحت فيه ونجيب ناس تديرنا. خير رمضان طالع يقول لك نمنع الحج والعمره. لكن هو الحل معروف، الحل كما حدث. هي دي كيكو، كيكو بنته دي عماله تسقط يا عيني، تخش وتسقط تخش وتسقط. ابوها ساب لها ميراث نيلة، كله بيلف ويدور، مش قادرين يعملوا زي البرلمان البيرو اللي عملوا. على فكرة لم ينتزع الحكم من يد ألبرتو ده إلا البرلمان في البيرو، سحب منه الثقة وقال لك الراجل ده يجب أن يحاكم. طالع سيس النهاردة يهددك يقول لك شوف، لو ما عجبكش حل عمرو أديب، لو ما عجبكش حل خير رمضان، لو ما عجبكش حل أحمد موسى، لو ما عجبكش حل مصطفى بكري، الحل اللي في دماغك ده لا انا مش قابله، مش همشي. هو انتوا فاكرين اسيبها ولا ايه؟ حافظوا على بلدكم، واهم حاجه الاستقرار في دوله تانية. على الصومال دخلت في متاهه من 30 سنه، 30 سنه ايه؟ تحبوا تحصلوهم؟ اسمع السيسي. وهنا يهمني اقول رساله للمصريين، سامحني ان انا حستفيد بده. الصومال دخلت في مشكله سنه 90 و91، ومن 91 لغاية النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لمدة أكتر من 30 سنة، أكتر من 30 سنة. ودايما إحنا لما بنتكلم نقول يا ناس يا دول، خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم. أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، طالما الدولة مستقرة وآمنة. عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة، ما بترجعش بسهولة، تاخد 20 سنة 30 سنة. مش عارف الكلام ده ممكن يزعل اخويا فخامة الرئيس، ولكن انا بقوله للمصريين. انا معلش يا مصريين، قايم من النوم وضرب الفطار وتعمل لي المساج الحلو، يعني ايام الكحرطة راحت، فطلع هديتكم رسمي، طلع اقول لكم خلي بالكم، خلي بالكم انا نايم كويس قوي وعارف انا بقول ايه. خلي بالكم انا ضارب فطار ابويا ما كانش بيشوفه، وعارف انا بقول ايه كويس قوي. خلي بالكم ان انا اتخنت واتمليت وصداغي كبرت من الفساد، فخلي بالكم كويس قوي. انا عارف انا بقول ايه، انا بقول ايه، انا عارف. هو معلش وحضرتك ناسي ان انت كده كده مورط مصر 30 سنه قدام. هو معاليك فخامتك بعد ما لغلغت كده ناسي انك انت دخلت مصر في ديون ل 2057. هو انت ناسي بس. طب الصومال مسكينه دخلت في حرب أهلية وبتاع ومش عارف ايه و 30 سنة، طب احنا قاعدين لا عملنا حرب ولا حاجة، وحضرتك بقى قعدنا في جوع ل 2057، وحياتك كده يا بيبو عد يا ابني على الديون، شفنا نخلص من الديون دي بعد كام سنة. ده انت بقالك 10 أصلا، في 10 أصلا، العشرة السواد. خش كده على ديون مصر شوفها تخلص امتى، ده إذا خلصت، ده إذا انت لم تتعثر في السداد. حد شاطر كده يفتكر حوار ال 30 سنة السيسي قاله قبل ايه كده بالظبط؟ كلمة 30 سنة دي السيسي قالها قبل كده، قبل كده قالها. حد فاكر؟ كان قبله شهور من الانقلاب العسكري، لما كان بيسجل الدكتور مرسي، لما كان من في الوش مراية وفي القفص اللاية.
احنا لسه اول 10 سنين، ولسه من شهور قبل الانتخابات السيسي كان بيهددكم انه يقدر يهدم مصر كلها ب20 جنيه وشريط ترامادول. انا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الاعلى الصبح، وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهدي مصر ب2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، ظروفه يا دكتور مصطفى، أنزله يعمل حالة بكم؟ لو أنا مش هديله بقى 20، الدنيا غليت، هديله 1000 جنيه. هديله كم يا دكتور؟ 1000 جنيه. المئة ألف يبقى بكم؟ ب100 مليون جنيه. أنزله كم أسبوع؟ كامل 10 أسابيع. بكم؟ بمليار جنيه. بكم؟ طب لو نديتهم 100 جنيه بس، انزل 1 مليون كل اسبوع لمده 10 اسابيع بمليار جنيه. اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفله. ناس ايه؟ انا بيعجبني قعده مصطفى مبلولي، بيبقى قاعد مبلول فعلا. ابص على الكاد هتلاقيه قاعد مبلول وخايف يقوم لانه مغرق الدنيا. بكام يا دكتور مصطفى؟ ايوه باكيتة، هو ده الحل عندك. لو الحل ده عندك فعبد الفتاح جاهز لك بان انا باكيتة و20 فطلعت 20 قليله، فنخليها 1000 فوسعت فنخليها 100. هو ده الحل. طب ليه كل ده؟ ما في حل تاني من غير لا صندوق ولا نمنع العمره ولا اي حاجه، ومن غير ما نفضح مصر ونهين مكانتها ونهين سمعتها ونشحت عليها، وحتى من غير ما السيسي يمشي. ايه رأيك؟ في حل تاني خالص. الراجل هيهددك بيقول لك هولع في البلد، ما هو مفيش برلمان ولا في، والشرطة دراعه الشمال والجيش دراعه اليمين، وسيذكر التاريخ للجيش المصري انه عانى هذا الرجل اعانه على تدمير مصر. والله التاريخ لن ينسى ان قادة الجيش في الوقت ده أعانوا هذا الرجل على تدمير مصر، ومش عرت كتفها بقت ملط. خلاص يا معلم، لا تولع في البلد ولا تصرف 1 مليار جنيه. في حل تالت بقى، ولا نشحت ولا نمنع العمرة ولا حاجة، ولا أنت تمشي. إيه الحل بقى؟ إن المصاريف اللي ملهاش لازمة نوقفها، زي القطار الكهربائي، زي المونوريل، زي البرج الأيقوني، زي العاصمة الإدارية، زي الكباري، كل الحاجات دي تقف. ده كامل وزير طالع يتحدانا النهاردة يقول لك هنكمل كباري. انت مطلعين علينا يا ابني؟ هنستكمل خطتنا في الطرق والكباري، ومصر جاية بولادها، محدش من بره هيعمل لنا حاجة، احنا بدأنا عشان نبني وتبقى بلدنا متطورة وحديثة. يخرب بيت الكباري، هي يا ابني مكتوبة لك؟ انت معمول لك عمل على كوبري بالذمة؟ مش ده حل كويس وأكرم من صندوق عمرو أديب وكذبة العشرين مليار اللي هتهبط من السماء بتاعت الديه؟ ولا هيعملوا لك أي حاجة مع سفة المرحلة الثانية في العاصمة الإدارية؟ هل العشرين مليار دولار هي الحل؟ تعال اتفرج كده على الجراف ده. مصر تستعد لإنفاق مزيد من مليارات الدولارات لمضاعفة حجم العاصمة الإدارية، قال رئيس مجلس إدارة ده رويترز. قال رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لرويترز خالد عباس أن مصر تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لمضاعفة حجم العاصمة الجديدة الفخمة التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلومتر شرق القاهرة، حيث سيتدفق السكان الأوائل. تاني، آدي الجراف يا بيه. العشرين مليار دولار هي الحل؟ الأحلام، الوارد المتوقع بحسب أعلام السامسونج 20 مليار. الديون اللي عليك السنة دي 42 مليار دولار. السفة مشروع مضاعفة حجم العاصمة الإدارية منتظر تصرف 58 مليار دولار. ما تقوليش العاصمة الإدارية جابت فلوس. أولا ما تقوليش إنك أنت عملت العاصمة الإدارية من خارج الموازنة، تبقى حرامي. وما تقوليش جابت فلوس، تبقى حرامي، لأن الفلوس دي مفروض تخش الموازنة بتاع الدولة رسمي.
بأمارة إيه عملت العاصمة من خارج الموازنة وعلينا كل القروض دي؟ طب بأمارة إيه العاصمة جابت عوائد وعلينا كل القروض دي؟ وبأمارة إيه أصلاً إن عوائد عاصمة إدارية تبقى بره الموازنة بتاع الدولة؟ إزاي؟ على فكرة ده مش كلامي، ده كلام الخبير الاقتصادي وائل النحاس في فيديو قديم سابق، اسمعوا كده. عايز النهارده حد يقول النهارده لكميه القروض اللي بتخرج دي كلها او بتتم النهارده سكتها من خارج كفايه كده. بتشوف النهارده المصاريف اللي صرفناها تريليونات من عمليه الاصلاح 2016 حتى الان ما بتجيبش عوائد ولا جابت ايرادات، نقولهم كفايه كده جبتوا تريليون. بتصريحات العاصمه الاداريه نفسها هي لم تكلف الدوله جنيه. ده انا بسقف لهم بقى وبقول لكل النهارده واحد صرح تصريح ده، كل واحد مسؤول، انتوا هايلين، بس انتوا عملتوا ده لمين؟ ده ما اتعملش الموازنه العامه للدوله، او العائد بتاعه ما جاش واتحط في الموازنه العامه للدوله، يبقى انتوا اخطأتوا في حق الشعب. لما انا اقدر اعمل تريليون و2 تريليون يبقى راح اتفرج من بره ليه؟ ما الفلوس دي كانت اتحطت في الموازنه وكنت عايشت الناس وصرفت على الناس وعدلت من مستوى معيشه الناس. انما لما يجي كل واحد يجي يقول لي النهارده اصل ده بره الموازنه العامه، يعني انت بتعرف تجيب فلوس بره الموازنه العامه للدوله؟ طب ما كنت داخل فلوس داخل الموازنه العامه للدوله، وبدل ما انا النهارده بقترض والعجز الموازنه بيقدر يوصل للارقام التاريخيه دي كلها وعمال بعصر في الجنيه لغايه خلاص ما فيهوش حتى نقطه ميه، يبقى النهارده كان الاول الفلوس تخش وبعدين بمنتهى البساطه يعني بره الموازنه جبت فلوس منين عشان تعمل بيها. لما انا النهارده الوزاره دي كلها تروح تفتتح مشروع بتكلفه النقل بتكلفه البنزين بالعربي، ما كل ده اصلا من انا كمواطن داخل موازنه العامه للدوله. محطات الكهرباء اللي احنا عملناها النهارده بتاع سيمنز ننسى نعمل شبكات توزيع ليها، فبالتالي ما يحصلهاش اي قيمه او قيمه مضافه دوت داخل الدوله. هي غلطه الدوله ولا غلطه الشركه اللي لا 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 غلطه الدوله، هي ما عندهاش خطه. انا بعمل محطات ايه اللي هيوزعها؟ ما عنديش شبكات توزيع. ده مش كلام محمد ناصر ولا كمان مكملين. حل سهل جدا، حل سهل يا معلم، ما تمشيش وخلي الباكيت العباس كامل، باكيتة المخدرات خليها العباس كامل، هو بيستخدم ترامادول كتير، خلي الحاجات دي عندك واقعد يا معلم، اقعد واحنا قاعدين معاك وننزل كده نلم زمايلنا في كملين نديك صوتنا. حل حلو جدا، وقفوا المصاريف، وقفوا المشروعات دي كلها. ده مش رأي محمد ناصر ولا رأي الأستاذ وائل النحاس، ده كل خبراء الاقتصاد قالوا لك وقفوا السفه ده. أقول لك على حاجة كمان، انت بعد ما توقف العاصمة الادارية وتوقف الكباري اللي مكتوبة لك على عمل الجمل ده، انت عمي سهلة جدا، بيع الطائرة الرئاسية، طيارة تمنها نص مليار يعني 500 مليون دولار، بيعها. مش ده اكرم من صندوق الحاجات اللي بيتكلم عليها عمرو اديب ده؟ بيع الطيارة اللي مش عند رؤساء في العالم، بيعها نص تمنها اورو نيوز، تمنها النص مليار دولار جدل في مصر بسبب طائرة السيسي الجديدة، بيعها. سهلة جدا، ادي 500 مليون دولار ضمناه. لا وايه ده، احنا عملنا لها في ايرلندا عملنا لها الانتيرير ديزاين والحاجات دي والفرش وعملنا حاجات، يعني دلوقتي حط على النص مليار دولار دول حط كمان 250 مليون، يعني عندنا 750 مليون دولار. تمشي ولا ما تمشيش؟ تاكل ولا ما تاكلش؟ وقف ده. مش بس كده، انا لو منك بيع بقى اسطول الطيارات الرئاسيه كله. وانت بتروح وتيجي فين؟ حد اصلا بيعمل لك احترام؟ بيع كل الاسطول ده يا معلم، ويوم ما تسافر يا ريس ابقى اركب اي طياره مصر الطيران زي كل الرؤساء المحترمين في العالم. رئيس في دوله مديونه ما بيركبش طياره رئاسه، بيركب عادي مع الناس، بيركب مع الناس عادي، مش ضروري تتفشخر. الله يرحم ايام العربيه اللي ده اللي كان لونها اخضر، عادي يعني. بيع كل الحاجات دي وعيش عيشتنا بقى، بيع كل الجو. بص الجو ده، الجو ده والحاجات اللي انت عايش فيها دي بيعها. لو حط المصحف قدامه قال يعني بيخاف ربنا، والله حط مصحف قدامه قال يعني الراجل بيخاف ربنا قوي، ده ربنا هيولع فيك يوم القيامة، ده هيعمل لك نار لوحدك. بلاش كده يا معلم، جنب العاصمة الإدارية لما هتوقفها والكباري لما هتوقف وطيارات الرئاسة كلها هتتباع، بيع كمان الأصول الرئاسية. هتعمل بيها إيه؟ بيعها، مش بدل ما نبيع المصانع اللي مشغلة الناس وفاتحة بيوت، بيع الحاجات دي. بيع كل ده، لم ذهب مراتك وأولادك بدل ما نشحت وبيعهم. بيع الالمازات، بيع العقد اللي كانت لابساه ايه، مش ده بدل ما تشحت مصر؟ مش ده بدل ما نمنع العمره والحج والحاجات دي؟ مش ده بدل ما نعمل صندوق ونعرض مصر للبيع؟ مش ده بدل ما نبيع؟ ده النهارده مصانع وقفت يا جدعان، مصانع وقفت النهارده، خبر توقف عدد من المصانع لان مفيش دولارات.
مصانع فاتحه بيوت، اطفال جاعت، ناس نزلت من طبقه لطبقات. ما بدل ما نعمل كل ده، وبدل يا عم ما تطلع كل شويه تهدد ده وتقول لنا هولع في البلد بمليار، ولا تشغل، اقعد خليك قاعد، خليك قاعد بس اقعد بقى زينا. بيع الحاجات دي كلها كده اهو بسبب ازمه شح الدولار، شركات عامله في السوق المحليه توقف بيع منتجاتها لحين. لا ده في مصانع بقى، في مصانع النهارده، خبر نازل النهارده مصانع وقفت. حرام حرام تموت امه عشان واحد مجنون مهووس ماسك في الرئاسه. حرام حرام الاعلام يدور ويلف حوالين نفسه يخترع حلول، اما بالمخدرات في 20 مليار جايين. جايين منين؟ عمك اللي في البرازيل مات؟ جايين منين؟ عمتك ماتت لقوا تحت الصندوق في الصحارى بتاعتها لقوا 20 مليار؟ جايين منين؟ حرام تضحكوا على الشعب اكتر من كده. بقالكوا 10 سنين معيشينه في ميه اللفت، ونايم قايم عمال يحسب هيجيله كام؟ وإيشي تفريعة قناة السويس؟ وإيشي البرج الأيقوني؟ وإيشي مش عارف عاصمة إدارية؟ وإيشي كباري؟ وبعدين كفاية كده، حرام عليكم بجد حرام. وكل شوية يطلع يهددنا، لو مشيت هولع في البلد. ما تولعش في حاجة، اطلع محترم مرة واحدة في حياتك واطلع. أهو أهو أثبت الدولار النهاردة، لا ده 23 25 ديسمبر ده، لا النهاردة كمان تغلق آلاف المصانع في مصر، آلاف المصانع. حرام حرام عشان واحد أمة بعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها. حرام حرام عشانك أنت لوحدك، لوحدك أنت والحرامية اللصوص اللي معاك. حرام الناس بتطلق، الناس ماشية كأنها زومبي. حرام اقف كده قول أنا بعت كل الحاجات دي، اعرضها للبيع. حضرات السادة احنا قدام حالة ميؤوس منها، يا البلد تتباع ونقف ساكت زي ما انتوا واقفين، يا اما نيران مستعد يولع فيها بباكتة مقدرات. نيران قافل دماغه مش عايز يسمع لحد، حتى للجيش، الجيش المصري اللي اكيد جواه ناس مش عاجبها اللي بيحصل، الجيش اللي جواه ناس بتغلي لان السيسي عمال يصدرهم في كل حتة. الناس بتغلي جوه الجيش، بيغلوا منه هو شخصيا، وكل يوم عمال يقلل من قيمة مصر ويبيع فيها، ماسك البنزين والترامادول وكل شوية هددنا انه هيولع فيها. اخرهم النهاردة الصبح بعد ما فطر وعمل جلسة المساج طالع يقولك الصوبال بقالها 30 سنة. لا يا عم ما تهددناش، بيع وقف السفع ده واسمع كلام الناس العاقلة، يمكن يمكن الدنيا تعرف تمشي. وكده كده انت قعدت على تلاها وخربتها، انا مش عايز ادعي على اللي جابك ولا على اليوم اللي شفناك فيه ولا على الناس اللي طلعت رقصت لك، لكن اتقي الله يا عبد الفتاح في امه 150 مليون شخص، اتقي الله في مصر. انا سالت سؤال، هي العمره بالدولار؟ فناس يعني الحقيقة بتجاوبني المفروض لا، المفروض انها بالريال، لكن يبدو ان في بعض الشركات الغالية بتعمل عمرة بالدولار بس الناس الهاي قوي، انما مش كل الشركات. طيب اذا افترضنا انه كام ناس من الناس الهاي بتسافر ب 3000 دولار. النهاردة الاستاذ جمال عيد تقريبا كاتب بيقول ان هم في المطار قالوا له ما تخرجش من مصر باكتر من 600 دولار، ولازم تروح تجيبهم من البنك والبنك يديهم لك قبل سفرك ب 48 ساعه. وهو كتب ان هو واقف في البنك ومستني البنك يوافق له على ال 600 دولار. هو كان بيتكلم رايح الاردن تقريبا يشوف مراته، فقالوا له انت القانون بيقول 600 دولار. فهو راح البنك قال لا ده القانون اتغير بقى اقل من كده. فهو كاتب بيقول ان هو واقف في البنك مستني الموافقه. انا شفت التويته دي كده تقريبا استاذ جمال عيد تقريبا عشان بس ذاكرتي. في النهايه يعني واضح ان احنا قدام بلد فوضى، يعني اللي بيعرف يخلص حاجه يخلصها،
اللي بيعرف يخرج بدولار يخرج. الشركات بتعمل تم يعني اذا كان مش قاعده تم توقفوا الشركات اللي بتاخد بالدولار وتبقى بالجنيه المصري بس. انما يبدو ان الشركات دي شغاله لحساب حد، لان المعلومات اللي عندنا ان في ضباط جيش هم اللي بيضربوا في العمله. على اي حال العمله مستقره عشان احنا في اجازه عند 62 في الصاغه، الدولار ب 62 جنيه عادي، اللي عايز يخرج ب 5000 دولار يخرج، جمال عيد كاتب كده ب 600 دولار. المهم يعني انه استقرار سعر العمله عشان احنا في اجازه. صديقي بتاع العمله قال لي اهو انه ابعتها لك يا استاذ بيبو اهو عشان ما تبقاش جبنا حاجه من عندنا. والجرام 3500. انت رحت فين؟ اهو 62 17 الدولار في الساغة، الجنيه الذهب 28 400 حسب اللوحة اللي هتتعرض قدامك دلوقتي، جرام الذهب عيار 21 3550. الاستقرار ده سبب الأجازة اللي احنا فيها. خلينا نبدأ بقى حلقة أول أسبوع، مش هنلف وندور على بعض. الحملة في الإعلام والتخويف والخوف على السوشيال ميديا والقلق من اللي جاي، مش كل ده مش جاي من فراغ. الكل عارف انه ان احنا في مشكلة، وقعنا في الفخ بعد 10 سنين حب. الناس اكتشفت انها حبت نصاب زي سفاح الجيزة كده، واحدة اتجوزت واحد 10 سنين اكتشفت انه مش هو الشخصية ده ولا هو الوعود اللي قالها لها، كله راح. صندوق النقد البعثة بتاعتنا اللي راحت صندوق النقد كانت الأسبوع اللي فات وصلت ومعاها قائمة شروط، وبعثة الصندوق كمان جت مصر. البعثة جاية بالحقيقة بشوال من الشروط طبعا بمؤشرات سلبية بتلاحق الاقتصاد المصري خلال الفترة اللي كان آخر خبر فيها تخفيض مؤسسة مودز الدولية نظرتها المستقبلية لمصر، عشان ما يطلعش جرز من إعلام الحقير الجعر يتهمنا بأن احنا بنشيع أخبار واحدة. بقى دي مؤسسة مودز رسمي تخفض نظرتها السلبية لمصر إلى سالب، مش موجب، سالب. محدش بقى يقول لي إنه إعلامنا الإعلام بيشيع الأخبار الوحشة وطالعين يكذبوا ويقولوا للناس مش عارفة ايه. لا يا معلم، احنا بنقول لك اهو ان مؤسسة مودز حركت خفضت نظرتها المستقبلية لمصر الى سالب. قم ترد عليها الحكومة تقول لها ايه؟ تخيل الحكومة ردت تقول ايه؟ تقول لك الحكومة راح ترد قالت لك لا ده هما ما خدوش بالهم ان احنا شغالين. ادي رد وزير المالية، مؤسسة مودز تخفض الحقيقة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سالب. ما يطلعش بقى حقير ويقول لك لا إنه لا ده أنتوا كنتوا زي الفل، ده احنا زي الفل. ده لدرجة وزير المالية نفسه طبقا لمزيد طلع لا 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 لا، مودز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغييرها النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية. مودز ما خدتش بالها، كنا قاعدين والاقتصاد شغال ومودز. خلينا نشوف بقى ايه بقى مودز عملت ايه. نشوف الجراف اللي جاي ده، مودز تكشف مستقبل الاقتصاد المصري هذا العام. بتقول مودز انه تواجه مصر ضغوطا ملحوظة في قدرتها على تحمل الديون، تواجه مصر ضغوط ملحوظة في قدرتها على تأمين السيولة. 60% من إيرادات مصر هتروح لمدفوعات الفائدة هذا العام لحد يونيو 2024. برنامج الصندوق المعلق حاليا مش هيغطي غير جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة. على الدولة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر مش الأموال الساخنة لسد الفجوة. العجز المالي سيتسع وتبقى قدرة مصر للوصول الى الاسواق صعبه. ده اللي قالته او ملخص اللي قالته
مؤسسة مودز الدولية. ده حتى الجو العام اللي بيدور فيه أحداث الفيلم، سوري قصدي أحداث زيارة صندوق النقد، سيئة. أم المخرج يطالبنا أو يفاجئنا بطلب عجيب ملوش أي مقدمات، ونلاقي السيسي اللي من ساعة يعني من ساعة كان بيتكلم في 3 مليار دولار، من نهاية 22 كده كان بيتكلم في 3 مليار دولار، وبعدين رفعوا السقف ل 6 مليار. يطالب بإيه بقى؟ على خطى الأرجنتين هات كده، مصر نحو مزيد من الاقتراض من صندوق النقد. إيه بقى؟ تتجه مصر نحو زيادة برنامج تمويلي من صندوق النقد من 3 مليار ل 10 مليار وفق تقديرات مودز. الأحد 21 يناير 24 CNBC عربية، مصر راحت تقول للصندوق احنا مش كنا طالبين منك 3 مليار؟ وكنت مرشف ريقنا على 3 مليار دول وشروط، طب ايه رأيك نخليهم 6؟ طب ارجع عم نخش بقى نخليهم 10. هو السؤال بقى، هل الصندوق ده هيقبل طلب زي ده؟ انك انت من 3 مليار عايز 10 مليار؟ حط في اعتبارك ان الصندوق ده مش ورث، يعني مش بيطبع الفلوس. الصندوق ده بيعتمد على حاجات كتير جدا عشان يديك الفلوس. انا مش اقتصادي، بس من بعيد كده بعرف ان الصندوق ده بيحط لك برنامج اصلاح اقتصادي. البرنامج ده فيه 1 2 3 4، وبعدين يرجع يراجع المراحل دي ويقول لك انت عملت ايه بقى عشان اديك بقية الاقساط. ما هو الصندوق مش بيديك العشرة مليار كده او التلاتة مليار مرة واحدة، ده بيديهم لك دفعات ومراحل، فكل مرحلة يحاسبك انت عملت ايه بقى. عملت 1 2 بس ما عملتش 5 6 7، اوكي هنوقف شوية لحد ما ترجع تتصلح وبعدين يديلك. فحضرتك الصندوق بيعتمد كمان على المؤسسات الاقتصادية في العالم بتقول عنك ايه. فلما مؤسسة زي مودز تديك تقرير سلبي، هنا الصندوق هيقف ويهرش ويشعل لفاف التبغ عشان يعرف هو انت قاعد مضمون ولا لا. فانت في وسط ده كله حضرتك بتطالب برفع القرض الى 10 مليار. انا بقول لك من هنا، انت عملت ايه للصندوق او ايه الشروط اللي عليتها للصندوق عشان ترفع المبلغ من 3 مليار ل 10 مليار؟ ولو حطيت شروط والصندوق وافق عليها ووافق يديك ال 10 مليار، فانا بقول لك كده وانت مغمض السيسي لف حبل المشنقه حوالين رقبته. ده اذا كنا في 3 مليار و6 مليار عايزك تعوم الجنيه، امال لما يبقى 10 عايز منك ايه؟ لما انت كنت بتتكلم في 3 مليار وهو عمال يقول لك عوم الجنيه وانت تقول مش عوم، طب مش هديك ال 3 مليار، طب عوم الجنيه مش عوم في 3 مليار. لما انت بقى بتقول له عايز 10 مليار يبقى الطلب ايه؟ يبقى انت وافقت على ايه؟ وافقت على التعويم؟ يعني تسيب الجنيه حر كده يوصل ل 100 جنيه، الدولار يوصل ل 100 جنيه؟ صندوق النقد زي ما احنا عارفين مش بيحدف كتاكيت ولا بيدي حاجة بدون مقابل وشروط. الشروط دي اتكلم عنها الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار وكتب بوست قال ايه بقى اهو، بيقول لك اهم شروط صندوق النقد على مصر ايه بقى؟ ابطاء تنفيذ ما تطلق عليه الحكومة المشروعات القومية العملاقة. ليه؟ توفير للعملات الأجنبية الشحيحة عمليا. 2 تخفيض سعر الجنيه لدى البنك المركزي إلى مستوى قريب من سوق الصرف الموازية اللي قفز اليوم ل 65 جنيه للدولار. يعني إذا كان بره ب 60 فحضرتك تعمله 55 في البنك، يعني تخليه قريب قريب شوية. واتباع سياسة مرنة لتحديد سعر الصرف، هذا لا يعني التعويم فمصر لا تقدر على ذلك حاليا. 3 تخفيض التضخم من خلال إقامة توافق بين السياسيتين المالية والنقدية وتحديد هدف واضح
لمعدل التضخم يتم العمل على تحقيقه. 4 تخفيض الديون الخارجية إلى المستوى الذي يستطيع الاقتصاد تحمله دون اللجوء للاقتراض، ما تقترضش لخدمة أعباء الديون ولا اللجوء لإجراءات استثنائية زي أنك تحول أصول استثمارية إلى إيرادات جارية لتمويل الإنفاق العام الجاري. 5 تقليل دور الشركات المملوكة للدولة أو الأجهزة التابعة لها في السوق وإخضاع العقود الحكومية للمنافسة والمسؤولية والشفافية. بيقول إبراهيم نوار مش أنا، قروض مصر خرجت تماما على معايير القدرة على السداد، وكاتب بقى حاجات إنجليزية والاستدامة، وقد جاء وقت لا هزل فيه بضرورة التحكم في مدفوعات خدمة الدين اللي هي الفوائد والأقساط التي تبتلع ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي. يعني الحقيقة ادي شروط صندوق النقد. ده إبراهيم نوار مش محمد ناصر، وده الحل اللي قلناه هنا. بيع، وقف. انت تعرف انه من شروط صندوق النقد ايه تاني؟ ان السيسي، انا هقول لفظ كده بس ما تزعلوش مني فيه، يحط على المصريين تاني. بلاش يا عم ما تزعلش، يدهس اكتر واكتر. يعني ايه؟ يعني يغلي عليهم مثلا سعر البنزين. وقلت لك في سعر زياده في الطريق جاي بالتزامن مع الزياده اسعار البنزين في مصر اليوم، تحركات مرتقبه خلال الفتره المقبله. شهدت اسعار البنزين اليوم في مصر اليوم الاحد 21 يناير 2024 استقرارا في كافه محافظات الدوله عند الاسعار المعلنه في اخر اجتماع للجنه تسعير المواد البتروليه، وسط تباين توقعات الخبراء والمحللين بشأن نتيجة اجتماع اللجنة المقبل، لاسيما في ظل تواجد صندوق النقد الدولي في مصر وإجرائه مناقشات مع الحكومة بشأن عدد من الملفات ومن ضمنهم دعم الطاقة. أولا في غلطتين عربي هنا، لاسيما وتواجد، هي اسمها سيما، والتواجد في اللغة أي به وجد، والوجد حاجة كده جوه النفس مشغول بشيء يعني، إنما هو وسط وجود بعثة صندوق النقد. الأيام الجاية المصريين ينتظروا أيام صعبة فعلا، فإذا كان البنزين اللي هيغلى في اللجنة الجاية، واللي طبعا لما المحروقات تغلى تغلي كل الأسعار معها، وبالتالي الوقود هيغلى ومنه البوتاجاز، اللي فعلا بقت فيه ازمه كبيره حاليا والناس مش لاقيه انبوبه. انا بس عايز اسال سؤال، احنا في سنه كام؟ 24، والسيسي كان وعدكم انه 30/6/2020 مصر هتبقى دوله جديده. هو في دوله في العالم محترمه ماشيه بانبوب البوتاجاز؟ حتى في المطاعم، ما تقوليش المطاعم، حتى في المطاعم في دوله محترمه في العالم ماشيه بالانبوبه والخبط على الانبوبه؟ أنا شخصيا نسيت القصة دي سواء في تركيا أو في هنا، مفيش حاجة اسمها كده. غاز يعني غاز، يعني أنابيب، يعني قصدي يعني مواسير بتمشي فيها الغاز، إنما إيه أنبوبة؟ والأنبوبة فرقعت، وأنبوبة المطعم قد كده، وأنبوبة الناس قد كده. فين الدولة الجديدة؟ مش كنتوا تميتوا بده أحسن من الكباري شوية؟ لسه في أنابيب؟ ده وصلت كمان ل 160 جنيه رغم ان سعرها الرسمي 75. اهو ده خبر، الانبوبه ب 150 جنيه. ازمه اسطوانات البوتاجاز تضرب قرى اسمه ايه؟ قرى الجنة وبني سويف على فكره، مش بس جنة وبني سويف. برضو ازمه بتضرب قرى بني سويف. لا مش بذاكر عربي ولا حاجه. يعني أنا بس بسأل فين لميس الحديدي اللي كانت بتقول إنه يا جماعة للدكتور مرسي ده الأنبوبة وصلت مش عارف لكام؟ فين الناس دي؟ هي الناس دي ما عندهاش دم بجد والله. الناس دي إزاي قاعدة لسه قاعدة طالعة على الشاشة؟ اللي كانت بتقول للدكتور مرسي أنبوبة البوتاجاز وصلت مش عارف لكام؟
الانبوبه النهارده ب 160 جنيه ب 160 جنيه ده في انبوبه اصلا؟ انت عارف بقى ان من ضمن مراجعات صندوق النقد دي البيع، ايوه بيع الاصول المصريه والشركات والفنادق. انتوا فاكرين صفقه الفنادق صفقه الفنادق التاريخيه اللي هشام طلعت مصطفى اشتراها برخص التراب وهيبيعها لشركه اماراتيه؟ او الصندوق جاي يقول سرعوا البيع شويه. صفقه بيع الفنادق التاريخيه وموعد تحصيل قيمتها ضمن مراجعه صندوق النقد. تخيل يا عم، انا هقرا الكلام ده، انا فيها دماغ. وقال الناس فيها دماغ يا عم مصطفى، حقها ولا مش حقها؟ حقها ابو كمال، حقها. من حق الصندوق يقعد ويتشرط، خاصة ان تصنيفك الائتماني بقى سلبي، فالصندوق دلوقتي يقعد كده ويحط رجله في وشك. النائب ايمن محسب بيتكلم بيقول النظرة السلبية للتصنيف الائتماني تؤثر على صورة مصر الاقتصادية من حيث المنح والاقتراض. امال ايه؟ طبعا يقعد الصندوق دلوقتي يقول لك انا والله إيه؟ اصلك انت ماشي معايا، انت وعمي ابنك مع مدرس، ابنك مع مدرس دروس خصوصية، وبعدين جاء في امتحان الشهر او في امتحان مش عارف نصف العام لقيت نمر وحشة، هتمسك في المدرس. طب المدرس مين؟ صندوق النقد. والتلميذ مين؟ مصر او النظام المصري. دلوقتي المؤسسات الدولية قالت لك الواد نتيجته زبالة، يبقى العيب في مين؟ في الصندوق. تراجع التصنيف الائتماني لمصر عمل زلزال في السوق واشعل معاه اسعار الدولار اللي بيقولوا انها عدت الخمسة، وصلت لغاية 65 جنيه كان يوم الخميس والجمعة اللي فاتوا، لكن تراجعت الى نطاق من 60 ل 62 النهاردة. مسقط لبنان، تراجع التصنيف الائتماني يشعل الدولار والذهب. خش كده اللوحة بتاعتنا اهي، دي اللي قلت لك عليها، دي اللي جات لنا النهارده. الذهب اهو 3550 للجرام، ما اعرفش ليه بيقيسوا على 21، مع ان 24 ده يقولوا حلو قوي. 24 بقى بكام؟ 4057 جنيه. الجنيه الذهب بقى ب 28400، السعر مستقر عند 62 للدولار بس. بمناسبة لبنان والديون اللي غرقت فيها، اكتر ناس فاهمين اللي بيحصل في مصر هم اللبنانيين، لانهم مروا بالمراحل دي اللي قبلنا، يعني من انهيار عملة وغلاء لسرقة ودائع في البنوك والعجز عن سدادها، وده عبرت عنه البنت اللي او المدمزيل اللبنانية دي. الاطفال رح يحتكروا التجار ليعلوا سعره، تهافتوا على سلع الاطفال وتخزنوها، كل شيء ون يوز رح تتخلوا عنه، تعلى الاسعار كثير نتيجه انهيار العمله، تشتروا هاي ب 20 او 30 جنيه بكره حتصيروا تشتروها بميات، بتحملوا عملتكم هيك مثل عملتنا، الحل الوحيد تستبدلوا من هلا عملتكم بدولار. طب ايه الحل يا حكومه بقى؟ الحل الناس تبطل تشتري ذهب عشان سعره ينزل. ده كان الحل اللي قدمته وزاره التموين، لان مستشار وزير التموين قال لك نناشد المواطنين بالتوقف عن شراء الذهب حتى ينخفض سعره. انت عارف يا حاج، لو كنت عايز تبني شقه في بيتك مثلا يعني، او عايز تشتري شقه، الحديد مع الاسف يعني اسعاره بقت في متناول تجار المخدرات والله، او تجار العمله من ضباط الجيش. دي اسعار الحديد النهارده بعد الزيادات الرهيبه. حديد عز 49000، صح ولا انا بقراها غلط؟ صح 49000. ليه بيكتبوها 49000 جنيها؟ السويس حديد السويس ب 48000 جنيها، اركو ستيل 49000 جنيها، المراكبي 48000 جنيها، الجرحي 47500 جنيها. تتصور انت ان شركه حديد عز مثلا اللي بتعتبر اكبر شركه حديد في مصر رفعت سعر الطن الى الرقم ده، 7400 في الشهر. يعني رفعت سعر طن الحديد في الشهر بالمبلغ ده.
وادي مهندس مصري بيتكلم عن اسعار الحديد اللي ولعت وكل يوم في زياده. لا اشتغل. لو انت عندك شقه مبنيه جاهزه وعايز تشطبها يا حاج، احب اقول لك ان اسعار الادوات الكهربائيه ولعت، وكمان الناس بتخزنها دلوقتي. ادي مواطن اهو بيستعرض فاتوره ادوات كهربائيه اشتراها زادت 2000 جنيه خلال يومين بس. هي اتسابت بقى. هي بص الفوضى اتفتحت. يعني فاتورة في يومين زادت 2850 جنيه. نفس الفاتورة. 2850 جنيه. السؤال هو السيسي وحكومته فين من انفلات الأسعار ده؟ طب هو فين الوعود اللي كان قال انه مش هيحصل سيطرة على الأسعار وخصوصا الاستراتيجية؟ أحب أقول لك إنه السيسي من ساعة ما جاء على رأي صباح كلام كلام، ما باخدش منه غير كلام، كله اتبخر. فشلوا في تحقيقها زي ما بيقولوا خبر كده. العربي الجديد: مصر الحكومة تفشل مجددا في السيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية. مجددا. ليه يا معلم؟ ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ شهدت أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي حددتها الحكومة المصرية سلعا استراتيجية مؤخرا، وهي زيت الطعام والرز والسكر والفول والمكرونة واللبن والجبن الأبيض، ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع اليوم السبت مقارنة بأسعارها مطلع الشهر الحالي، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم بفعل تغيير سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 53 جنيه إلى 60 جنيه. البلد رايحة فين؟ هي راحت خلاص من غير ما نألف، البلد راحت. يعني بص الخبر ده قبل قليل اهو لسه واصلني دلوقتي من الحاج مصطفى بيمسي عليكم وبيقول لكم كل اهالي المطرية تما، كل اهالي الدقي تما، بنك مصر يخفض سقف الاستخدام بطاقات الائتمانات بالخارج. اللي هي بقت كام يا ما تكمل جميلك يا راجل؟ بقت كام؟ بقت كام دلوقتي؟ البلد رايحه فين؟ طول ما السيسي قاعد على تلها وعمال يتخن ويملى ومرتاح هو والعصابه. اوعى تنسى العصابه. جمال حمدان بيقول الفرعونيه منظومه مش شخص. اصل ده عر ملوش اي ثمن والله، بس المنظومه هي اللي حاملاه، هي اللي شايلاه، فهي منظومه الفرعونيه. ولذلك في القران الكريم قوم فرعون، آلة فرعون. يعني فرعون لوحده كده تافه، شوية صداع ممكن يخلوه يلف حول نفسه، إنما المنظومة، القوة الأمنية اللي بتحميه، المذيعين اللي بيطلعوا يهللوه من 10 سنين ولا يخجلوا، النهاردة موجودين على الشاشات ما فيش واحد فيهم قال أنا آسف للمصريين، ما خرجش بني آدم فيهم، ما خرجش واحد فيهم قال لهم أنا آسف جدا يا مصريين كنت بضحك عليكم. محدش خرج لحد دلوقتي قال احنا اسفين يا مصريين قعدنا نضحك عليكم 10 سنين. الفرعونية منظومة مش شخص مش فرد. البلد رايحة فين؟ طول ما السيسي موجود ومنظومة اللصوص دي موجودين هنبقى في القاع. هو مستمر في الاقتراض من صندوق النقد وغير صندوق النقد، والدولار هيفضل للأسف يعلى، وبعض الخبراء قالوا انه ممكن يوصل ل 100 جنيه زي ما قال خبراء كتير. ده مواطن عادي اهو مسافر بره رجع اجازه كام يوم، قال لنا بقى حاجات قال لي العالم كله. اسمعوها كده، انا ده كلام الراجل مش كلامي انا، عشان بس محدش يقول لك صحيح مصر او ما تصدقش، ده كلام الراجل. بكام بقى لما هو الخبر اللي جبناه من شويه اللي هو البنك بيخفض الحاجات اللي بره، بنك مصر يخفض سقف استخدامات بطاقه الائتمان؟ قلت لك انا ساعتها لقيت تويته كاتبها الاستاذ نجاد البرعي، انا اسف جدا كنت قلت جمال عيد، استاذ جمال عيد، واحترامي للتقدير الاثنين يعني، بس انا بتكلم انا الاسماء عندي مشكله فيها. بيقول اهو انا لقيت كده: مسافر اشوف مراتي في الاردن يوم الاربعاء اللي فات، البنك بتاعي قال لي ليك 1000 دولار بالسعر الرسمي بس قبل السفر ب 48 ساعه. رحت النهارده قال لي في تعليمات نزلت الخميس وانخفض المبلغ الى 600 جنيه. وبقالي نص ساعة في الفرع مستني يدبروها، والله يا عيب نوصل لكده. خلاص؟ دلوقتي قبل قليل بنك الايه؟ التجاري الدولي تقريبا، بنك مصر خفض الفلوس دي كمان، خفض اللي رايح ده
بنك مصر يخفض سقف استخدامات بطاقة الائتمان بالخارج. طب اللي هي كام بقى؟ حضرتك مسافر بره، رايح الاردن، الراجل رايح يشوف مراته. بص بقى، بسبب ضغوط العملة بنك مصر يخفض حدود الكريدت كارد خارج مصر وداخلها. الاحد، استنى، 21 يناير، الموقع مصراوي، اعلن بنك مصر الحكومي ثاني اكبر بنك من ناحية الاصول على مستوى القطاع المصرفي خفض الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي والمشتريات، يعني السحب النقدي وهتشتري على بطاقات الائتمان كريدت كارد خارج مصر بداية من اليوم 21 يناير وفق بيانات منشورة على موقع الإلكتروني. ولم يكتفي بنك مصر بخفض الحدود فقط، ولكن تم تعديل احتساب الحدود من الدولار إلى ما يعادل الجنيه من أي عملة أخرى في وقت يتوقع قيمته فيه محللون مصرفيون خفض مصر عملتها كذا. بكام بقى؟ الأرقام تحتها. بطاقة الكلاسيك حدد المشتريات الشهري تم خفض الحد إلى ما يعادل 3000 جنيه من أي عملة بدلا من 1000 من 100 دولار. 3000 جنيه يعني تشتري بما قيمته 3000 جنيه في اليوم، اللي هو كام بقى يا جماعة؟ كام دولار؟ حدد السحب النقدي الشهري، ده 3000 جنيه في الشهر. حدد المشتريات الشهرية تم في المشتريات الشهرية يعني في ثلاث يعني في الشهر تشتري بما يعادل 3000 جنيه، اللي هي كام بقى؟ وفي 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 السحب من المكنة برضو في الشهر ما يعادل 3000 جنيه من أي عملة. ده في الايه؟ الكلاسيك. طيب البطاقة الذهبية، عمال ما تحسبها، لو حد يحسبها لنا يبقى كتر خيره يعني. كم؟ 50 دولار؟ لو الدولار على 60 بيقولوا لي هما، بيقولوا لي توب. دلوقتي لو الدولار على 60 جنيه يبقى ال3000 ما يعادل 3000 جنيه دي يعني 50 دولار في الشهر. تقعد شهر في دولة تشتري ب50 دولار بس؟ هتشتري ايه؟ لب؟ هتشتري ايه؟ فشار؟ هتشتري ايه والله العظيم ب50؟ ما هو انت مش تقعد شهر، انت هتطلع مثلا تقعد اسبوع فيتحسب لك سحب شهري، فتسحب 50 دولار؟ يعني تنزل سان فرانسيسكو تشتري وتتشقلب ب50 دولار؟ طب ماشي، مش هنشتري حاجة، نسحب. حدد السحب النقد الشهري تم خفضه إلى ما يعادل 3000 برضه 50 دولار في الشهر. البطاقة الذهبية، حدد المشتريات الشهري تشتري بالشهر ما يعادل 6000، دي كويسة يعني اللي هي 100 دولار تقريبا، صح؟ كده لو الدولار ب60 تبقى 100 دولار. والسحب الشهري تم خفض ال كم تم خفض ال الحد الأدنى إلى ما يعادل 50 دولار. بطاقة تيتانيوم، المشتريات تم الخفض إلى 10000، حلوة دي، حلوة، من 10000 جنيه من أي عملة أجنبية، يعني كام بقى؟ حوالي أقل من 500 دولار. والسحب ما يعادل 3000 جنيه يعني اللي هي هتبقى حوالي برضو زي ما قلنا 50 دولار. حلوة البطاقة البلاتينية دي، حلوة أو نعملها دي، دي بقى ايه؟ 22000 جنيه في الشهر بدلا من 1000 دولار، يعني دي نزلت تقريبا بقت 500 دولار. فانت تروح تتشقلب بره، يا نهار ابيض يا جدعان. دي اخر قرارات بنك مصر، تاني اكبر بنك. فكده كده المصري احسن ما تسافرش، ما تسافرش. هتسافر تعمل ايه؟ سافر تستلف. اللي بعده نروح للكيان، لإسرائيل. المشهد مشتعل وعلى صفيح ساخن، مش في غزة، وده هيسيء طبعا وهيضايق إبراهيم عيسى وهيضايق الحلف الإسرائيلي في مصر، إبراهيم عيسى وخالد منتصر والناس دي كلها. المشهد مشتعل جدا مش في غزة، إنما في الداخل الإسرائيلي. خرجت مظاهرات تطالب بجديد بعودة الأسرى وإسقاط نتنياهو. المظاهرات زي بتقول الأخبار هي في الجزيرة،
تطالب المطالبة بعائلة الأسرة وإسقاط حكومة نتنياهو. يعني احنا عندنا في الصعيد نقول جاي لما يبقى عليك ستريس جامد، يعني جاي يعني. وما اعرف، مش فاكر انا تقريبا فيلم النوم في العسل كان في اخر الفيلم كده كانت حل يعني للعجز، يعني ان الناس تمشي تقول تقريبا يعني في النوم في العسل اخر الفيلم خالص في النهاية. كويس، السينما المصرية اخذت من السينما الامريكية كتير جدا. امبارح كنت بتفرج على فيلم نص ساعة جواز وبطولة رشدي أباظة وشادية وعادل إمام، كان رهيب في الفيلم ده. الفيلم أصلا متاخد من فيلم اسمه زهرة الصبار، فيلم أمريكي، وكان بطولة والتر ماتاو وإنجريد بريجمان. إنجريد بريجمان كانت عاملة دور شادية، بس أول مرة بقى نشوف إن حاجة عملها شريف عرفة تقريبا. بتيجي التظاهرات دي في الوقت اللي الصحافة الإسرائيلية كلمتنا عن خناقة وصلت إلى المشاجرة بالأيادي تقريبا، واشتباك بين نتنياهو ووزير دفاعه. تخيل، حب يخش وزير الدفاع مكتب نتنياهو تقريبا، اشتبكوا مع بعض. موقع إسرائيلي، وزير الدفاع حاول اقتحام موكب مكتب نتنياهو وكاد يشتبكان بالأيادي. أنا قلت على السوشيال ميديا إبراهيم عيسى يخش يصلح بينهم يعني، أو السيسي يهدي الجو. يا سيسي، مش أنت تعهدت بحماية الأمن المواطن الإسرائيلي؟ طب ده يعجبك الكلام ده؟ خش كده قول لهم صلوا على النبي أنتوا الاثنين، وإحنا مالناش غير بعض، إحنا عايزين السيسي يا جماعة يخش في الموضوع ده. الراجل ده حب يقتحم مكتب نتنياهو، فيبدو إن نتنياهو يطلع بره يا جعير، قال له أنا جعير يا سنكوح، ومسكوا ببعض وبتاع، يعني كاد يصل الاشتباك. ده كلام، وسيسي موجود، ولاد عمكم، ابن عمك السيسي، خش اصلح بينهم يا راجل. المشهد بتاع الاقتحام ده رصدته كمان الصحافة الأمريكية، اللي أظهرت إن في انقسام شديد داخل مجلس الحرب، وإن أهداف نتنياهو في الحرب دي بخ. أدي النيويورك تايمز، مأزق استراتيجي تدرس إسرائيل إطلاق سراح الرهائن مقابل تدمير حماس. وقال بعض القادة الإسرائيليين أن الهدفين الرئيسيين للحكومة غير متوافقين، والاستئصال حماس فإن المؤسسة العسكرية سوف تضطر للانخراط في حرب طويلة من شأنها أن تكلف حياة الرهائن على الأرجح. مش بس كده، 130 ضابط في جيش الاحتلال طلعوا بيان لمجلس الوزراء نقلته يدعو تحرنوت. 130 قائد وضابط إسرائيلي ممن شاركوا في حرب غزة وجهوا رسالة إلى مجلس الوزراء ورئيس الأركان. رسالة القادة والضباط تطالب بفرض عودة النازحين إلى بيوتهم برفض عودة النازحين إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة قبل عودة المختطفين. وفي ظل مأزق مجلس الحرب الإسرائيلي، كانت الحرب النفسية هي اللعبة الأقوى لدى الفصائل الفلسطينية، فخرجت كتائب القسام بتنشر رسالة لعائلات الأسرى: حكومتكم تكذب. القسام توجه رسالة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: الخيار لكم في توابيت أم أحياء. يا نهار أبيض، ضغط جامد. وشفنا رد الفعل على الرسالة بتاعة القسام، هي خروج والدة مجند إسرائيلي بتقول إنه يعني قتل في قصف إسرائيل، إن الحكومة قتلت ابنها. في الوقت ده لسه الجيش الإسرائيلي طبعا نتنياهو ومجلس حرب وعايزين يطولوا الحرب، الجيش الإسرائيلي كان بيرمي منشورات داخل غزة فيها صور الأسرى، وبيسأل يا جماعة أي حد يتعاون معاهم، أي حد يدلنا عليهم، وده اللي سخر منه الفلسطينيين نفسهم. بينما فشل نتنياهو في أزمة الأسرى وصراعه مع مجلس حربه، خرج نتنياهو يرفض خيار أو أي حاجة عن حل الدولتين.
أو وجود دولة فلسطين أصلا وقال إن الحرب. أنا عايز الرسالة دي توصل لكل كلب مطبع. الراجل واضح، الناس اللي بتجري وراء التطبيع، الناس اللي عاملة معبد والديانات الإبراهيمية، الناس اللي عايشة في مية المحشي، الناس اللي عمالة تتكلم على الأمن المواطن الإسرائيلي أمام الراجل واضح، الراجل واضح، معلش عيدها لهم تاني، الناس اللي بيكلمنا عن سلام، الراجل واضح، الراجل قالك أنا بقالي 30 سنة، وراجل واضح جدا. نتنياهو شخص واضح جدا. لا حل لو أنا مشيت اليوم اللي بعدي اللي أنا همشي فيه ويجي بعدي، لا حل إلا بسيطرة إسرائيل كاملة على كل ما يقع غرب نهر الأردن، على كل الأراضي غرب نهر الأردن. فين بقى التطبيع؟ فين الناس اللي بتكلمنا عن إسرائيل وإسرائيل وهم بتوع سلام لكن احنا بتوع حرب، هم قاصدين السلام؟ لا حل. بيقولك أنا بقالي 30 سنة ثابت على المبدأ، لا حل إلا بسيطرة إسرائيل على كل الأراضي غرب نهر الأردن، كل الأراضي، مش حاجة اسمها دولة فلسطين دي أصلا. فين بقى الجماعة بتوع التطبيع؟ كلام نتنياهو الحقيقة متزامن مع الكلام عن خطة لإطلاق أسرى إسرائيل برعاية أمريكية مصرية قطرية على ثلاث مراحل. ده اللي قالته الول ستريت. الولايات المتحدة تدفع بخطة إطلاق سراح الرهائن التي تهدف إلى إنهاء حرب غزة، وهم عاملينها على ثلاث مراحل. إنما نتنياهو الخطة دي بالنسبة له ملهاش لازمة. يمكن توجه نتنياهو إنه يستكمل الحرب، وده الحقيقة بيشكل ضغوط على وضربة لبايدن اللي شافها الكاتب الأشهر توماس فريدمان إن ده انقلاب على بايدن. تخيل العرب عاملين أو بيعملوا اتفاقيات سلام مع نتنياهو اللي أصلا قلب دلوقتي وأحرج بايدن. أهو توماس فريدمان، أهو نتنياهو ينقلب على بايدن. ويبدو أن الرئيس بايدن سيخوض سباقين هذا العام، أحدهما في أمريكا ضد دونالد ترامب، والآخر في إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو. وربما يتمكن ترامب من تسمية نتنياهو نائبا له، ويمكننا توفير الكثير من الوقت. إن دعم بايدن للزعيم الإسرائيلي يكلفه قاعدته التقدمية الخاصة، بينما ينقلب نتنياهو الآن على بايدن بطرق يمكن أن تكسب أو تكسب ترامب دعما جديدا من اليهود الأمريكيين اليمينيين. تخيل العرب بيحطوا إيديهم في إيدين نتنياهو اللي أصلا دلوقتي بقى حليفه بايدن، ولسه العرب مصدقين وبيقعدوا معاه. اللي بعده، في اليوم 107 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي ظل سقوط الجيش الإسرائيلي في مستنقع الحرب اللي مش عارف يخرج منها، كان في حكاية بتتعاد من التاريخ في الحرب دي، حكاية سردها ناشط أيرلندي عن قوة اسمها بلاك أند تانس، فرقة إرهابية بريطانية. والله العظيم فرقة إرهابية بريطانية استخدمها الجيش البريطاني في وقت من الأوقات لإرهاب الإيرلنديين قبل ما إيرلندا تستقل عن بريطانيا. وبعد انتهاء مهمة الفرقة دي طلب منهم إنهم يروحوا، يعني طلب منهم تشرشل يروحوا فلسطين يشاركوا في الحرب هناك سنة تقريبا 20. بالفعل دلوقتي بنشوف تكرار الوضع ده في الحرب في غزة، وبنشوف آلاف من المقاتلين بيقاتلوا هناك. وطلعت مقررة الأمم المتحدة أو المقررة تقول إن المرتزقة دخلوا ومحدش بيقول عليهم ليه إرهابيين. أدي الخبر أهو، فرانشيسكا ألبانايز: الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منه، كما سبق أن حصل في سربنيستا ورواندا. والمجازر المرتكبة بحق الأطفال يقوم بها مرتزقة أجانب قادمون من عدة دول، لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين ولا أحد يدعو لمحاكمتهم ومحاسبتهم.
فرانشيسكا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين. صحيح دول العالم كله صنفت حماس إرهابية، طب حد صنف الجماعات المرتزقة دي لأنهم إرهابيين ليه؟ الجنود الفرنسويين دول، خد عندك شكوى جنائية ضد 4185 جندي من أصول فرنسية بالجيش الإسرائيلي، اتهمتهم بالتواطؤ في حرب بغزة. 4185 جندي فرنسي. لكن عادي جدا المقاومة تبقى إرهابية، عادي جدا بيدافعوا عن أرضهم، عادي جدا بقوا إرهابيين. الحوثيين إرهابيين بجارة ألم عشان رافضين إبارة غزة، زي ما طلعت أمريكا واشنطن تعيد تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. لكن فين أمريكا من المرتزقة الفرنسيين 4000 دول؟ مش موجودة. واللي جم من أمريكا الشمالية مش موجودين برضو. فين أمريكا من كل دول؟ ولا حد. أحد المحامين قدم شكوى ضدهم بيتكلم عن الموضوع، وهو المحامي اسمه توماس بورتس تقريبا، وكتب فعلا المحامي ده بورتس على حسابه بيتكلم عن جرائم ارتكبها الجيش الأمريكي، وبيسأل القضاء الفرنسي عن دور 4000 دول. أدي التويتة بتاعته توماس بورتس، واجهوا عدد كبير من الجرائم الحربية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة وفي الأردن، وأقول لممثل الجمهورية عن المادة 50 التي ستطرح أسئلة حول مسؤولية 4000 فرنسي أو تواجد فرنسي إسرائيلي على جبهة غزة. ولأن الحقيقة حروب المرتزقة بتختلف، لأنه دي حروب المرتزق جاي يحارب بفلوس، ودي أنظمة بتستغلهم. يعني بنشوف فيديوهات لجندي أمريكي بيقاتل تحت وازع ديني، وجندي تاني فرنسي بيدعو لذبح الجميع هو داخل آلية عسكرية. اتفرج مشهد المرتزقة من الجنود الأمريكان والفرنسيين. حقيقة يعني سبق أنه في ديسمبر اللي فات اتكلمت عنهم الصحف العالمية، ومن بينهم كمان طلع أوكرانيين في ديسمبر اللي فات، بينهم أوكرانيين وفرنسيون، الاحتلال يستعين بمرتزقة في عدوانه على غزة. وشفنا مقطع من مجموعة من الجنود الأوكرانيين في أحد أحياء غزة، كانوا مستخبين وراء أحد الجدران. أدي المقطع. الحقيقة أنه إسرائيل لازم تعمل كده، لأن الجنود الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي كتير منهم بيرفضوا القتال، فلازم تستعين بمرتزقة، والمرتزقة دول لا يطلق عليهم إرهابيين. المجتمع الدولي الكذاب، مجمع العصابات الدولية، لا يطلق على دول مرتزقة إرهابيين، لكن يطلق على اللي بيدافع عن أرضه وبيته أنه إرهابي. المسؤولية في الخبر الأخير ده على اليوم السابع، مش عليا خالص. اليوم السابع منزلها خبر أني فريق ليفربول. الخبر اهو اليوم السابع، ليفربول يعلن خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب مصر والعودة لإنجلترا. بصرف النظر عن الخبر ده سعيد، إنما إيه اللي حصل؟ معقولة؟ يعني معقولة الخبر ده يكون بجد؟ اهو اليوم السابع اهو ليفربول يعلن خروج محمد صلاح من منتخب مصر والعودة لإنجلترا. إيه اللي حصل؟ كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق بعد إصابته مع منتخب مصر. وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة يمامي في لقاء غانا بالجولة الثانية يمامي في دور المجموعات. هنفترض جدلا ان محمد صلاح اتعرض لإصابة، هنفترض جدلا، ألم يكن من الأقدر به انه يقف جنب زمايله ويشحنهم، لأنه هو ده كابتن المنتخب، ودي معركة حاسمة. ما كانش من الأولى ان محمد صلاح يقف مع أصحابه أو مع زملائه في المنتخب ويساندهم لحد آخر لحظة؟ حتى نزل في كل الصحف، هاي صدى البلد، موقع العاصمة، ادي كله نازل اهو.
كله نازل. يعني الخبر اكيد انا طبقا طب حتى لو افترضنا انه مصاب، لو هنمشي مع الخبر ده انه اصيب اصابه بالغه هيعمل ايه في انجلترا؟ هيتعالج؟ طب ما يقف جنب زمايله شويه لحد ما يعدوا الماتش اللي جاي، لان الماتش اللي جاي لمؤاخذه ماتش مهم، لانه مع الراس، سوري، مع الراس الاخضر اللي هي اول المجموعه. بالمناسبه الراس الاخضر اول مجموعه مصر، طلعت منين الراس دي ما نعرفش، لا موزمبيق ولا غانا ولا مصر. طب مش كان الاولى ابو صلاح انك تقف مع زمايلك وتشد وتأزيرهم لحد ما يعدوا الماتش ده، لان الماتش اللي جاي ده يعني اما انك تبقى في البطوله او تطلع، مش ده الاولى؟ ولا انت حاسس ان مصر كده كده طالعه فما تتحملش المسؤوليه والمساله خربت وانخرب بيت ابوك وجع خد لك منه جالب؟ ولا انت اتخانقت معاهم وتشكلت مع المدرب المصري فقررت يلا ينعل اب وام اخ واخت والحاجات دي ومشيت؟ يعني اسوأها اتحاد الكرة اهو نافه يعلن حضور محمد صلاح مباراة الراس الاخضر غدا ويسافر عقب المباراة برضه، اهو ما نفاش ولا حاجة، ما نفاش ولا حاجة اهو، يعني هيحضر الماتش ويمشي. بس ما نفاش يعني ايه يا ابو صلاح؟ ايه يا ابو صلاح؟ ده الامل كان في انك انت تسيب الماتش ابو صلاح. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان مصر تكسب بكره، عشان الحقيقه انت والنني يعني على فكره انت عملتها في 2019 قبل كده اهي. محمد صلاح يغادر منتخب مصر ويخضع للعلاج في ليفربول الاربعاء 13 نوفمبر 2019. هي غادر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول معسكر المنتخب المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمباراة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 21. وفضل محمد صلاح العودة لانجلترا واستغلال فترة. ايه يا ابو صلاح؟ ايه يا ابو صلاح؟ ايه في ايه يا معلم؟ ايه بس؟ ايه ما تقول لنا في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ ده انت كنت عالى على الفريق. ايه ليه؟ انت بتاخد النني معاك وحجازي. خد الثلاثة معاك وامشي. لان انا انتوا الثلاثه كده صف واحد مالكوش لازمه يا راجل. ده انت ما كنتش بترجع تدافع مع زميلك اللي هو معاك في الخط، انت كنت واقف كده اللي هو اللي عايزني يجيني انا ما بروحش لحد، اللي عنده كوره عايز يبعتها لي احنا يا جماعه في الخدمه. مفيش حاجه اسمها كده ابو صلاح. ده انت في ليفربول بتطلع تاكل النجيل وتدافع ونشوفك ورا. انا في الماتش بتاع غانا قعدت اتفرج عليك، انت ايه مهامك الدفاعيه مش موجوده؟ ما تزعلش مني يا ابو صلاح، احنا اخوات برضه، انت وحجازي. حجازي كان واقف عامل زي خول الجنينه، كان واقف كده ايه الحاجات ماشيه تمام يا اولاد، حد ناقصه حاجه؟ اما مش حجازي، قصدي النني. النني وبعدين النني ياخد الكوره ما تعرفش بيخترع كوره جديده. النني كان بيخترع نظام جديد في كره القدم اتعمل سنه 60 اللي هي تاخد الكوره تلف وبعدين النني يرجع دايما، كنت تلاقيه ورا. انت ورا بتعمل ايه يا نني؟ انت بتعمل ايه ورا؟ وبعدين الكره سهله يعني، لا ما بيعملهاش. اما حجازي في حدث ولا حرج، فقد الذاكره. فانتوا الثلاثه خدوا بعض كده ورحله على حساب اتحاد الكوره، رحله لجزر البهاما عشان العيال الصغير عايز تلعب. في شباب صغير كده في المنتخب زي امام عاشور، زي ناس كتير يعني غير امام يعني، عايزين يلعبوا وعايزين ياخدوا فرصه. اما الواد مرموش فاتكتب له ماتش جديد بالاخير ده، تريزيجيه كويس. فخدوا بعض انتوا الثلاثة كده قبل موقعة الرأس الأخضر. ترتيب مصر، مصر رقم 2، الرأس الأخضر عندها 6 نقط، مصر عندها نقطتين، غانا عندها نقطة، موزمبيق عندها نقطة. مصر لو غلبت بكرة الرأس الأخضر هتبقى 5 نقط، فهنبقى التانيين نصعد عادي جدا زي الحلاوة. فخدوا بعض نصيحة، خد حجازي والنني واي حته عايزينها اتحاد الكره يصرف عليكم يقعدكم في احسن اوتيل في جزر المالديف، اعملوا شهر عسل جديد بس بعيد عن المنتخب. نطلع فاصل ونرجع على ترند. المصريين كل يوم بيصحوا على سلعه زاد سعرها وغلاء فاحش ما بقوش عارفين يتحملوه، ده غير الخدمات من كهرباء لتذاكر مترو لقطارات، كل السلع تقريبا اللي زاد وغطى
الدولار اللي عمال راكب صاروخ ومعدي 60 جنيه في السوق السوداء. وعشان اللي بيحصل ده كله فالناس مع كتر الشكوى يعني والاستغاثات من الأسعار والغلا شبهوا اللي بيحصل في مصر دلوقتي بأنه مقدمة لشدة مستنصرية قادمة هتحصل في مصر، مش أنا مش أنا الناس. والشدة المستنصرية، عارفين الشدة المستنصرية؟ حصلت في مصر، النيل جف، المزروعات خلصت، الدنيا باظت، وحكينا عنها كتير جدا وناس كتير عارفاها. وصل الحال بالناس انها كانت بتاكل بعض، بياكلوا اطفال، الراجل وهو ماشي كده يبقى فيه جماعه قاعدين فوق سطوح بخطاف وحبل يشدوا الراجل يغلوه ياكلوه بعد ما اكلوا الكلاب والقطط. واحده غنيه جدا عندها عقد لولي نزلت تشتري بيه شوال دقيق بعقد لولي، لولي حر. الناس شافوا الشوال معاها هجموا عليه، ما لقيتش حاجه من الشوال، اتبهدل على الارض، لمت حفنه من الدقيق وقالت عقد الكف الدقيق ده تمنه عقد. دي الشده المستنصريه. الناس النهارده بدات تتكلم عن دي مقدمات الشده المستنصريه. والشدة المستنصرية تصدرت ترند في اكس فيسبوك كمان، الكل يتكلم عن أسوأ فترات تاريخ مصر واللي بتضاهي الشدة المستنصرية، زي ما كتب الناشط السياسي محمد عباس اللي قال استلم الدولار وسعره 7 جنيه، وصل لستين جنيه ولسه ما خلصش، وليته التانية ما خلص، هيبدأ 6 سنين كمان، مقدار الفشل اللي بيعمله لا يمكن وصفه، هو ومن حوله وطاقمه. كافة فشل اقتصاديا وسياسيا سيكتب في التاريخ فترته وكل من أعانه كأسوأ فترات تاريخ مصر لا يضاهيها الشدة المستنصرية. وفي اللي كتب عن شدة جديدة، مش ما هي المستنصرية ده اسم المستنصر اللي كان حاكم مصر، لكن في بقى اللي قال لك دي شدة جديدة منسوبة لعبد الفتاح المكسيكي اللي هو لقب السيسي في السوشيال ميديا، وكتب حساب باسم محمد عادل يقول اللي ملحقش الشدة المستنصرية احنا دلوقتي في الشدة المكسيكية. مش اللجان قعدت تطبل وتقول السبع العجاف خلصوا، طب اهو الشدة المستنصرية الجديدة بدأت. ده حساب باسم احمد كتب بيقول ذهبت السبع العجاف وبدأت سنوات الشدة المستنصرية، تفاءلوا. هو ممكن الحال يوصل زي الشدة المستنصرية والواحد يشتري رغيف بكل ما يملك، زي ما بيقول حساب باسم محمد بيقول الرغيف المسخوط ده بقى بجنيه ونص، هيفضل الحال يسوء إلى أن يصل أن يبيع المرء كل ما يملك مقابل شوال دقيق أو حفنة كما حدث في الشدة المستنصرية. أنا مش عارف ليه المصريين يكملوا بنفس مصرين يكملوا بنفس الطريقة، لا وكمان بيجودوا في السوق. شوف فعلا الرغيف قد إيده، قد كف إيده. وفي اللي قال إن الأيام الجاية هتبقى أصعب من الشدة المستنصرية ونصح الناس بنصيحة، ده حساب باسم خالد قال لك الأيام الجاية على المصريين هتبقى أصعب أيام من أيام الشدة المستنصرية. للأسف الناس اللي معاها فلوس اشتروا أي حاجة ملهاش مدة صلاحية وممكن تبيعوا بعد كده. الناس اليومين الجايين هيحافظوا على قيمة الفلوس لأن الفلوس نفسها قيمتها بتنزل كل يوم عن اللي قبله. اشتروا أي حاجة، هاشتاج ثورة الجياع. خالد قدم نصيحة الناس دي اللي معاها فلوس. طب تصوروا يا خالد ان حتى اللي معاه فلوس يشتكي، بيشتكي برضه من الغلاء، الغلاء الفاحش، زي المذيع شريف عامر اللي كتب التغريده دي. تطوعت بسبب انشغال زوجتي العزيزه لشراء لوازم البيت النهارده، قلت يا واد بقالك كتير ما عملتهاش، دلع نفسك بقى وروح السوبر ماركت الجامد بقى. وقعت الواقعه، ما كملتش، اشتريت 20% من القائمه وتراجعت ومشيت لمكان تاني. في المكانين لاحظت الأغلبية العامة دلوقتي
على ركبها على الرفوف ورؤوسهم هتخبط في بعض، ناظرين أولا لبطاقة السعر قبل أي شيء، وكمان الاستقبال مزيج ما بين الشفقة والعتاب. يا شريف احنا بطلنا المكان ده، وكان الاستقبال لما رجع البيت يعني مزيج بين الشفقة والعتاب. يا شريف احنا بطلنا المكان ده من زمان. شريف عامر قال ابن البار للنظام بيشتكي من الأسعار الذي يتقاضى مرتب من الشركة المتحدة التابعة للمخابرات، ومراته بتقول له احنا بطلنا نشتري من السوبر ماركت الجامد ده. أمال الموظف يعمل ايه؟ أمال المواطن العادي يعمل ايه؟ الانهيار الكبير للجنيه المصري قدام الدولار في الأيام الأخيرة كان مثار سخرية من النشطاء على السوشيال ميديا. تعال نشوف كده عبروا عن كده ازاي. ميكس أجهزة اجهز عشان هنعوم، حاطين عوامة على الكاتب المصري الجالس القرفصاء. الجنيه دي 200 جنيه وهو عشان عبيطي هيتعملوا فيه كده. اتنين شتموا بعض في قارة تانية عادي، الجنيه وقع. الحقيقة انه على فكرة السيسي نفسه هو اللي قال بعظمة لسانه، يعني مش من قريب يعني من سنين، يعني من 6 شهور بالضبط، لما قال الناس هنعمل ايه لو وصل الجنيه لستين او لخمسين وستين جنيه ويأثر على مشيته. عارفين قال ايه؟ حد فاكر السيسي في يونيو 23 لما كان الصندوق بيقول له عوم، كان الصندوق بيقول له عوم الجنيه في يونيو 23، طلع عمل ذكر يا لئيم، كان الدولار وقتها ب 35 جنيه في السوق السوداء، طب هو وصل فوق ال 60 قاعد ليه؟ ما تمشي، ما تخلي عند اهلك دم وامشي. قال لك هو انت اللي قلت، قلت احنا ما نقعدش في مكاننا، مش رجاله ولا ايه؟ هات رجاله فرج. الفيديو ده الحقيقه انتشر بصوره كبيره جدا على السوشيال ميديا، لكن الشعب عارف انه كذاب وعارف انه عقوده كتيره جدا وبيتنفسش منها اي حاجه. زي ماريو كده، ماريو كتب يقول يا عم انت بتصدق، انت بتصدق ده كلام شعارات وخطب او خطاب وقتي فقط، وبعدين ما هو قال وعود كتيره قوي ما نفذ منها اي شيء. يا ماريو يا ماريو خليك سوبر سوبر ماريو. هي دي عاده السيسي حقيقه، بيعرف يسجل. انا بنفسي اعرف الناس اللي بتسقف له في كل خطبه جنس مله ابوها ايه. زي النهارده، النهارده هو بيقول خلي بالكم يا مصريين من بلدكم، سقفوا له برضه. انتوا بتسقفوا، هو انتوا مفطومين على السقف؟ لما امهاتكم ولدتكم كان حد بيسقف لها؟ في يا جماعه الناس بتسقف طول الوقت ليه؟ طول الوقت. اقربوا من النهارده، النهارده مع الراجل وهو بيقول خلي بالكم مصريين الصومال وقعت وما ضيعتش 30 سنه، لقيت الناس بتسقف. هو انتوا جاي هو مأجر مسقفاتيه؟ على اي حال هي دي عاده السيسي، يخدر الناس بوعود وبعدين يغرق البلد كلها اكتر واكتر. زي بيقول احمد، احمد يقول من قبل ما يضحك علينا ويبقى رئيس وهو كذاب، قال انه مش عايز يحكم مصر وانه مش بيعمل انقلاب وانه بيعمل ده عشاننا، لكن في الاخر اتدحلب واتسحلب وبقى رئيس، وهكذا كذب من يوم ما مسك، بيفضل يماطل في الوقت ويوعد بحلول عشان يخدر الناس قدر المستطاع ويغرق البلد اكتر واكتر ويقدر ينفذ الخطه. يا سلام عليك يا سلام عليك. الحقيقه المره بعيدا عن السخريه من انهيار الجنيه وتدهور حال الاقتصاد المصري، ان المصريين عايشين فعلا، وده لخصته بنت مصريه في فيديو ليها. معلش حضرتك كنت فين من 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 سنه 2016؟ هو ده السؤال بس يعني. يعني حضرتك بتكلمي ناس عن دريمز؟ دريمز؟ ده احنا ما حصلناش النخيل اللي قدام دريمز. نخيل مين؟ ده احنا حتى ناس السمان ما جيناهاش. وحضرتك كنت فين؟ انا يعني انا معاكي وقيت لك الكلام ده حكيم. حكيم ده مغني. انا سؤالي ليك انت، انت كنت فين؟ انت كنت معانا؟ على الارض الكوكب بتاعنا؟ دريمز ايه يا مدام؟ دريمز وابوستروف اس دريمز، ده هو حلم.
احنا ما عندناش غير علم واحد يتيم اللي كان فطر يستنى هيتعشى بالليل ولا لا. دريمز ده هو علم واحد. انا بس السؤال وانت كنت فين؟ يعني انا مش بتريق عليك والله ولا حاجه, بس انت كنت فين؟ مش داري خالص بالدنيا كده. ده كلام, هو كلام حكيم فعلا. طب ايه الحل بقى؟ الحل كان في الهاشتاج اللي اتصدر النهارده اسمه ميدان التحرير. كتير من النشطاء قالوا ان الحل الوحيد مع النظام الفاجر ده هو الثوره ضده, زي ما كسب حساب باسم الحاكم دار الثوري. قال لك والله الحل الوحيد للنظام الفاجر الكذاب ده هو ميدان التحرير, عشان الايام دي خلاص الواحد جاب اخره وكفايه بقى. احنا بدانا في ايام الشده المستنصريه وكل شويه يطلعوا ترند ينيموا الناس بيه, لكن خلاص الشعب فايلكوا جدا ومفيش صبر تاني. اضراب 25 يناير السيسي هيقضي على الشعب. حاكم دار, انت بتكلم المصريين؟ انا بسال حاكم دار, وانت بتكلم المصريين؟ المصريين معديين في الشارع عادي جدا. الشعب المصري اغلبه 90% منه عايش عادي, بينزل ويركب ويركب اتوبيس وعامل كده وعادي. اضراب 25 يناير؟ انت بتكلم ان احنا المصريين يعني كل ما تدوسوا على الناس هتدفعوهم للخروج للميدان, زي ما قالت جهاد. جهاد بتقول لما الدولار يعلم على الجنيه المصري وكل يناير وانتوا بخير, ما تدوسوش على الناس جامد بدل ما تلاقيهم في الميادين من جديد ويجعلوا عامر. الاحرار نازلين يوم 23 عشان المقاومة لإنقاذ مصر من الجاسوس الخاين. الحل بسيط, هو رحيل السيسي والعسكر من السلطة وعودة البلاد للحكم المدني قبل غرق السفينة. ده اللي كتبه الكاتب الصحفي جمال سلطان. قال الأستاذ جمال سلطان, لا يوجد بلد في العالم استولى العسكر فيه على السلطة إلا ودمروا مؤسساته ونهبوا خيراته وتركوه خرابا بعد أن عاثوا فيه فسادا وعشوائية وإذلالا. قانون تاريخي, ومصر تتجه إلى المصير نفسه, وكلما زادت فترة التي زاد حجم الخراب وعمقه. في جمهورية العسكر لا أحد يراجع ولا أحد يحاسب, يراجع بقى ولا أحد يحاسب ولا أحد يساءل ولا أحد يصحح ولا أحد يناقش ولا أحد يفكر حتى في النصيحة. اسمع وسقف بس أو نافق, وتغزل في حكمة القائد وعبقرية أفكاره المدمرة, تاكل ملبن بالمكسرات. أما أن تنصح تشرح تعترض تنتقد فأنت قتيل أو شريد أو سجين لا محالة. لذلك تنتهي البلد عادة إلى الهاوية والخراب الحتمي. حتى يا أستاذ جمال أنا مختلف معاك في حتة. حتى حضرتك بتقول, لا هات التويتة كده, حضرتك بتقول نافق سقف, اسمع وسقف, ونافق وتغزل في حكمة القائد وعبقرية أفكاره المدمرة, تاكل ملبن بالمكسرات. حتى اللي كانوا بياكلوا ملبن بالمكسرات خلاص بقى. احنا شفنا شريف عامر اهو, مذيع مشهور بيشتغل في شاشة مهمة بيتقاضى مرتب محترم جدا, نزل السوبر ماركت اشترى 20% بس من احتياجاته, ولما رجع السيدة زوجته قالت له ما بطلنا نشتري من السوبر ماركت ده. وشريف عامر ابن النظام البار, وده مؤشر خطير. يعني حتى اللي بيسقف بيسمع ويسقف وينافق ما عادش بياكل مهلبيه بالمكسرات ولا ملبن بالمكسرات, ما عادش بياكل حتى المكسرات, لان في رمضان ما فيش استيراد مكسرات. خلص الترند. خلينا نطلع فاصل قصير ونستقبل ضيوفنا, لانه السيسي طلع النهارده هدد اثيوبيا وقال لها كلام جامد قوي من الشمخ الجواني, وقال لها بص هتربقها يا اثيوبيا على دماغكم. يقال ان الاثيوبيين ناموا من المغرب النهارده وحضروا خزين لانهم خايفين من السيسي, لانه لا مؤاخذه صدر لهم حاجه حمراء. بعض الروايات بتقول عينه الحمراء,
فأين فلسطين وسد النهضة من تهديدات السيسي؟ خلينا نشوف ده بعد الفاصل. أهلا بيكم، آخر فقرة. الحقيقة النهاردة عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي طلع أكل كبدة أسد وعلى رأي أحمد العربي وعمل فيها ذكر، وراح إيه قال لك إيه، ندي حتة كتف للمصريين وكتف للأثيوبيين مع بعض كده، في الوقت اللي السيسي راح وقع فيه اتفاقية سد النهضة وكتف الجيش المصري باتفاق دولي وضيع مية النيل وفضل واكل شارب على دماغ المصريين، كل على دماغهم مهلبية بجملة الحقيقة محدش يعني هيقرب. فاكرين لما طلع قالك خط النيل خط أو حصة مصر خط أحمر؟ في الوقت ده السيسي فاتح صدره، لكن المرة دي دفاعا عن أثيوبيا عن الصومال، فقالك لن نسمح بتهديد السيسي لأثيوبيا، لن نسمح بتهديد الصومال، ومحدش يجرب مصر. لا هم جربوك، مش هم بس. هو انت بس بتنام كتير يا عم فتاح؟ نويم يعني؟ يعني ايه جامعة الدول العربية؟ ما جامعة الدول العربية الحقيقة يعني ما عملتش معاك حاجة في سد النهضة. جامعة الدول العربية ما عملتش حاجة لأهل غزة ولا لفلسطين. جامعة الدول العربية زي حالاتك كده، لا هاتوا عينيهم مفتوحة كده، عينيه حمرة زي ما يكون سهران أو ضارب جوان ماريجوانا أو ضارب باكتتين معسل من اللي هو بيضربهم دول. بعدين إيه قصة؟ على فكرة صوماليا دي من سنة 91 أو من سنة 90. إيه قصة الاتفاق اللي السيسي طالع يهدد ويتوعد عشانه؟ الأول نشوف الخريطة دي عشان نعرف بنتكلم عن إيه. أنت جايز ما تعرفش خريطة العالم أو إفريقيا، أدي الخريطة أهي. أدي يا حضرات الكوع اللي أنت شايفه ده بداية من جيبوتي وماشي كده كوع لحد أول الدولة دي كده الصومال، ماشي؟ كل الكوع ده الصومال. أدي أثيوبيا. القصة كلها إن أثيوبيا اتفقت مع الجماعة اللي هنا اللي اسمهم صوماليا لاند دول، اللي سنة 90 أو 91 انفصلوا عن الصومال وقرروا يعملوا نفسهم دولة لوحدهم مش معترف بها دوليا خالص. فجت أثيوبيا زي ما أنت شايف كده ملهاش شباك على ولا منور. أثيوبيا محاطة بعدة دول. فأثيوبيا اتفقت مع الجماعة بتوع صوماليا لاند دول، قالت لهم ادونا بلكونة من عندكم يا جماعة نبص على خليج عدن اللي هو ده. خليج عدن اللي هو ده. فأثيوبيا عايزة منفذ على الخليج. أنت لو بصيت على الناحية التانية من البلكونة دي هتلاقي اليمن. فوق وأنا بشرح كده الخريطة باينة؟ هتلاقي اليمن قدامك كده. هنا بقى اسمه ايه ده، مضيق باب المندب. المكان ده بيجي منه السفن كلها اللي جايه من اسيا تروح على اوروبا، تخش في البحر الاحمر كده، تطلع تفضل ماسك كده على طول ما تبقى في الشمال واليمين لحد ما تعدي قناه السويس، ومن قناه السويس على اوروبا او العكس السفن اللي جايه كده. فتخيل عدن او باب المندب ده ميناء مهم جدا، السفن بترسى عليه وبعدين تطلع على. تخيل بقى لو اني اثيوبيا اخرت مانور هنا او اجرت بلكونه زي الفترينات اللي في شارع عبد العزيز كده اللي بتبيع الموبايلات والحاجات دي، فاثيوبيا هتاخد فترينه هنا على البحر هتخنقك كده. يبقى اثيوبيا خنقتك في النيل وبتخنقك في البحر الاحمر. فحضرتك ايه بقى الاتفاق؟ ايه الاتفاق اللي تم؟ تعال نشوف كده جراف الاتفاق، تفاصيل الاتفاق بعد ما شفنا الخريطه كده. اتفضل اطلع يا بيبي الجراف، الله يخليك ما توقفنيش كتير كده. جمهورية أرض الصومال اللي هي صوماليا لاند تعلن تفاصيل الاتفاق التاريخي مع أثيوبيا. ده منفذ بحر الأثيوبيا على البحر الأحمر للمرة الأولى منذ استقلال إريتريا. تخصيص 20 كيلو متر فاترينا تحت تصرف القوات البحرية الأثيوبية، يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية والاقتصادية. مدة الاتفاق 50 سنة. المقابل هو ان اثيوبيا تبقى الدولة تقريبا الوحيدة في العالم المعترفة بصوماليا لاند اللي هي غير معترف بها حتى الان الا من تايوان. مسؤول اثيوبي قال المقابل يشمل حصة لصوماليا لاند من شركة الطيران الحكومة الاثيوبية. بس يا سيدي ادي الاتفاق كله، فاترينا لاثيوبيا في خليج عدن تستغل في اغراض اقتصادية وعسكرية. المقابل ان اثيوبيا تعترف بصوماليا لاند دي زي تايوان بالظبط، يعني هي الدولة الوحيدة تايوان المعترفة بيها. الاتفاق مدته 50 سنة.
ده الاتفاق. معلش تاني كده للناس اللي ما خدتش بالها من الخريطة او اللي كان بيشرب كوباية شاي في البلكونة او سيجارة، خد الخريطة تاني عشان اوريك فين صوماليا لاند. ادي الكوع ده كله كده، ده الصومال ما شاء الله موقعها حلو جدا خلاص. وادي جيبوتي مالناش دعوه بيها. اثيوبيا ما عندهاش لا منور ولا شباك، فعايزه تاخد جزء من صوماليا لاند 20 كيلومتر فاترينا على خليج عدن، تستغل في اقراض اقتصاديه وعسكريه كده. يبقى اثيوبيا طلعت بصت على البحر او على خليج عدن كده. خليج عدن اللي هو المضيق ده او المينا ده مهم جدا اللي بتخش منه السفن كده. ممكن هنا تعمل اثيوبيا زي فاترينا صغيره كده 20 كيلومتر مراسل السفن، وتشتغل بقى وتعمل شغل ممكن ياثر على خليج عدن او ياثر على قناه السويس. احنا حقيقه يعني الجيش اللي بتاعنا هنودي جيشنا الصومال، وهنكرر تقريبا تجربه اليمن بتاعت عبد الناصر. وبعدين طيب انت هتعمل ايه مع اثيوبيا؟ يعني ما كان عندنا سد النهضه، ليه ما كنتش ذكر قوي كده في سد النهضه؟ ما انت قلت الاثيوبيين اللي هيمد حاسه مصر، اللي عايز يجرب يجرب، فبنت وخلصت المرحله الخامسه. دلوقتي انت هتعمل ايه مع اثيوبيا؟ مش فاضل يقول لك انه الرافال بقى ما قدرتش والحاجات دي. اشمعنى بقى الجيش دلوقتي يقدر يعمل حاجه في الصومال بينما ما قدرش يعمل حاجه في سد النهضه؟ وليه نصدر الجيش بتاعنا لمعركه في اخر افريقيا برضو ورا اثيوبيا؟ يعني بعد سد النهضه بمراحل، ليه السيسي طلع دلوقتي ورط الجيش؟ ليه ما قالش نفس البقين دول عن قصف معبر رفح؟ او يا سيدي كنت اقولهم لاثيوبيا عشان الملء الثاني والثالث والرابع والخامس، على راي الباحث الدكتور التقادم الخطيب اللي قال لم يهاجم اثيوبيا من اجل مصر ويريد ان يهاجمها من اجل الصومال. السيسي كاذب. وهل المقارنه ما بين موقف السيسي من بناء السد وموقفه من الصومال اللي اعلنه النهارده منطقيه؟ ولا السيسي بيغطي بموضوع الصومال عن اللي بيحصل على الجبهة الشرقية مع دولة الاحتلال؟ هل السيسي بيواجه غضب الجيش بيوجهه بدل ما هو السيسي دلوقتي في تقارير بتقول ان الجيش المصري بيغلي، فهل هو بيوجه الغضب ده بدل ما هو ليه هو يوجهه للصومال؟ وهل اللي بيحصل على الحدود في مصر بيقول ان في قلق وان الجيش في موقف لا يحسد عليه بسبب السيسي؟ وما عدتش قصة بقى تجار المخدرات اللي انت عمال تصدرها لنا كل شوية، ما عدتش تبرير كافي للحوادث اللي بيحصل او اللي بتحصل زي دي كده. في 3 يونيو مقتل 3 جنود اسرائيليين وارتقاء المجند المصري محمد صلاح في عملية اطلاق نار. في 16 يونيو 24 الجيش الاسرائيلي يطلق النار على مسلحين عند الحدود مع مصر، واصابة مجندة بنيران مسلحين، والمتحدث العسكري المصري وصفهم بانهم مهربين. المتحدث العسكري المصري يعلن مقتل فرد واعتقال 6 افراد دون معلومات عنهم. كتائب تطلق على نفسها اسم الفاروق بسيناء تعلن الحرب ضد اسرائيل. في 18 يناير 24 الجيش المصري يعلن احباط محاوله تهريب شمال شرق الحدود مع اسرائيل. الجيش المصري يعلن مقتل 3 مهربين برضه والعثور على كميه مخدرات. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مسيرة صوب إيلات من الجانب المصري. إسرائيل تتراجع وتنفي وجود مسيرة من الجانب المصري وتصفه بأنه إنذار كاذب. في 20 يناير 24 كتائب الفاروق بسيناء تعلن تنبيها تبنيها عمليات من سيناء ضد إسرائيل. وتبقى الأسئلة، يا ترى هل من مصلحة مصر فتح جبهة عسكرية مع أثيوبيا بحجة الدفاع عن الصومال؟ كان نفع نفسه. انت عارف مين اللي كان نفع نفسه؟ وهو السؤال، ليه موقف الجيش، مواقف الجيش المصري من ايه مواقف الجيش المصري من تصريحات السيسي؟ والسؤال الاهم، هو السيسي بيخترع حاجات من دماغه وبياخد قرارات من دماغه؟ مره يمضي سد النهضه لوحده، ومره يقول لك الجيش هو هيعمل وهندافع عن الصومال. فين مجلس القومي الاعلى للامن القومي المصري؟ ولا هو مع نفسه كده؟ ولا هو طالع بيضرب في الجيش
بيضرب في اثيوبيا وبالمره يحذر المصريين. كل دي اسئله هنعيشها مع ضيوفي وضيوفكم الدكتور محمد ابو العينين الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا مرحبا اهلا تحياتي. ومعي ايضا الاستاذ احمد مولانا الباحث في منتدى العاصمه. استاذ احمد اهلا بحضرتك. مرحبا بحضرتك استاذ محمد. بعد اذن دكتور محمد، دائما اللي بنحييه الاول بنوجه له الحي الاخر، بنوجه له هو السؤال الاول. خليني ابدا بعد اذنك يا فندم بالاستاذ احمد مولانا. انا مش هسالك سؤال محدد اكتر ما هو السؤال، كيف قرات تصريحات السيسي النهارده في لقائه او في الاتحاديه وتهديده لاثيوبيا وللمصريين ايضا؟ التصريحات طبعا بتأتي في سياق متشابك، ولو هركز في البداية على ما يتعلق بالاتفاق اللي عقدته أثيوبيا مع أرض الصومال، هذا الاتفاق لم يحظى بأي تجاوب إقليمي أو دولي. يعني على المستوى المحيط الإقليمي للصومال وأثيوبيا، السودان أدانت هذا الاتفاق، الاتحاد الأفريقي كان أبدى تأكيده على اعترافه بوحدة الأراضي الصومالية، كذلك الاتحاد الأوروبي أكد على قضية وحدة الأراضي الصومالية، هو نفسه موقف الصين وكذلك موقف تركيا. فتقريبا لا توجد أي دولة إفريقية أو حتى أوروبية أو من القوى الكبرى رحبت بهذا الاتفاق، وبالتالي في تحديات كثيرة لتحويل هذا الاتفاق لأمر واقع. اللي يعني شبه مفهوم أن هناك بعض أطراف ربما تكون فرنسا أو الإمارات من خلف الستار تدعم هذا الاتفاق، باعتبار أن فرنسا بدءا من عام 2019 بدأت في تدريب قوة بحرية أثيوبية. أثيوبيا كانت حلت سلاح البحرية عندها بعد استقلال أريتريا، لم يعد لديها منفذ بحري فقامت بحلها، ولكن في عام 2019 بدأت في تدريب قوات بحرية في فرنسا، ثم أعلنت في عام 2020 تأسيس سلاح البحرية مجددا، وكان هذا محل تساؤل من أجل ماذا. ثم كانت الخطوة الأخيرة اللي في بداية يناير في الإعلان عن هذا الاتفاق، فهذا بيعني أن في دعم ضمني فرنسي ولكنه ليس دعم رسمي، في ظل عدم وجود يعني ما يعضد أو ما يدعم الموقف الأثيوبي أو موقف أرض الصومال. لذلك التصعيد الكلامي الذي يعني أطلق في مصر اليوم، أنا في ظني بيعتمد بالأساس على عدم وجود قبول دولي أو إقليمي لهذه الاتفاقية، فبالتالي هو يراهن على هذا الملف. مثلما كان التصريح بأن مدينة سرت خط أحمر أثناء اندحار قوات حفتر من منطقة الغرب الليبي، كان بعد تفاهمات تركية روسية وفيها أيضا أطراف أخرى من أجل اعتماد سرت كخط أحمر، فخرجت بعد ذلك. يعني أنت قصدك تقول يا أستاذ أحمد الملخص بالعامية المصرية أن السيسي بيستغل عدم القبول الدولي لأي اتفاقية تخص الصوماليا لاند بأنه هو يخرج الآن ويعمل تصريح عنتري، هو يعلم أنه دوليا محدش موافق على صوماليا لاند، وأنه حتى وبالتالي محدش موافق على هذا الاتفاق ما بين أثيوبيا وما بين الصوماليا لاند، صح كده؟ يعني ده توصيف دقيق للامر، ان هذا هو مجرد تصعيد كلامي في ظني لا يعكس موقف حقيقي يمكن اخذه على الارض، ان في النهايه هذه الاتفاقات في اطراف دوليه واقليميه في حال تحفظها عليها، وهو الموقف الظاهر حتى الان يصعب تحويلها لامر واقع بالقوه. وصلت. طب خلينا نروح للدكتور محمد. دكتور محمد، يعني إذا افترضنا، طبعا أنا بحترم وأقدر جدا كلام الأستاذ أحمد مولانا وأنا همشي معاه، لكن إذا افترضنا أنه الاتفاق تم ما بين أثيوبيا وما بين صوماليا لاند، ألا ترى معي أن الفوضى أصبحت شعار على النيل، كل من يريد أن يبني سد يبنيه، وأيضا في البحر الأحمر أنا أرى أنه البحر الأحمر أصبح مصيدة وأصبح هناك فوضى تحكم، هذا ما أرى أنا. إلى أي مدى أصبح البحر الأحمر مجال للتناوشات أو مجال للفوضى، كل من يريد أن يصنع ميناء أو حتى محطة بيفعل ما يشاء، إلى أي مدى البحر الأحمر أصبح في حالة فوضى؟
يعني خليني أوجه التحية ليك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام ولضيفك الكريم، وأقول لحضرتك إنه ما تحدثت عنه حضرتك من عسكرة منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي التي يطلق عليها بلقان أفريقي، وهي إشارة واضحة إلى الربط ما بين هذه المنطقة من الناحية الجيوسياسية وما بين ما يحدث في منطقة البلقان من تفتت وانقسامات وصراعات ممتدة لفترة طويلة. في الحقيقة أن هذا التفتت وهذه التجزئة في هذه المنطقة وما ترتب عليها من زيادة الصراعات يعود في نهاية المطاف إلى غياب القوى الكبرى. حببنا أم لم نود أن نرى وجود قوى كبرى، لكن في نهاية المطاف تشكل القوى الكبرى معايير وازنة يمكن أن تحفظ الأمن والاستقرار حتى وإن لم نرد ذلك. غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الملف نتيجة وضعها في يد مجموعة من الموظفين داخل وزارة الخارجية الأمريكية جعل من هذه المنطقة محل أطماع ومحل أيضا صراع. المشكلة الحقيقية في أن الدور الذي تلعبه أثيوبيا في هذه المنطقة هو دور للأسف الشديد قائم على أطر الصراع. معظم الدول الإقليمية في هذه المنطقة لديها مع أثيوبيا حتى من خلال البعد التاريخي إشكاليات كبرى، وبالتالي لا ترى أنه منفذ بحري لأثيوبيا يمثل بالنسبة لها إطار للصراع لا إطار للتعاون الاقتصادي والتنمية في هذه المنطقة، وده تكرر في أكثر موضع. هذا الأمر بطبيعة الحال أضفى مزيد من الصراعات على هذه المنطقة. أثيوبيا تأمل في مقعد عندما تم استبعادها مما يطلق عليه لقاء البحر الأحمر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، تم استبعاد أثيوبيا باعتبار أنها ليس لها منفذ في هذا المكان. يبقى أو تبقى منطقة البحر الأحمر منطقة مرشحة للصراع نظرا لأنها منطقة مرور بحري مختنقة ولديها أو لدى الأطراف المطلة عليها كثير من النزاعات الإثنية والعرقية. أود بس الإشارة إلى شيء مهم حضراتكم ذكرتوه فيما يتعلق بما يطلق عليه اتفاق ما أجري أو ما جرى ما بين أثيوبيا وما بين ما يطلق عليه جمهورية أرض الصومال هو مجرد خطاب نوايا وليس اتفاق. الاتفاقات بتكون ما بين الدول بعضها ببعض، خطاب النوايا الذي تم التوقيع عليه يتضمن اختلافات وتباينات جذرية ما بين الطرفين، سواء ما بين أرض الصومال التي ترغب في الحصول على اعتراف دولي من خلال هذه أو هذه المحاولة من جانب أثيوبيا لإيجاد منفذ بحري، أو سواء من خلال ما يمكن أن نسميه أطر الصراع في هذه المنطقة التي تأمل من خلالها أثيوبيا إلى أن تجد لنفسها منفذ ولكن بطريقة غير شرعية، لأنه في نهاية المطاف معظم الدول الموجودة في هذه المنطقة ترفض تغيير الحدود، وهو ما يعني بطبيعة الحال رفض أي اتفاق مع كيان هو في نهاية المطاف غير معترف به دوليا ولا تتوفر له شروط إقامة الدولة. بس معلش يا دكتور محمد سريعا يعني عشان الوقت بيجري، معلش ما هو أثيوبيا أصلا لما شرعت في بناء سد النهضة كان غير معترف به دوليا وكان 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 من المستحيل وصعب، ولكن استطاعت ووصلت إلى أنها أصبح السد الآن كيان موجود ومعترف به دوليا. هل من الممكن أنه ما حدث مع سد النهضة يحدث في خليج عدن؟ من الصعوبة بمكان لعدة أسباب. أنا أحترم جدا الكلام اللي حضرتك قلته، لكن في تباين شديد ما بين الموقف خلال سد النهضة وهو ما يمكن أن نسميه منطقة نزاع أيضا وصراع ممتدة من فترة طويلة منذ عام 1904 حتى الآن، وهناك صراع أثيوبي ربما لم تستطع أثيوبيا أن تفرض فيه إرادتها لفترة طويلة، وسرعان ما أكدت الاتفاقيات الدولية على حق أثيوبيا باعتبارها دولة منبع في أنها تنشئ لنفسها سد لكن على ألا يترتب عليه أضرار لدول المصاب. الجزء الآخر الذي نتحدث عنه والذي به تباين كبير هو فكرة تغيير الحدود. نحن نتحدث عن دولة غير معترف بها ليس لها الحق في إبرام مثل هذه الاتفاقيات. أي نعم هناك شريحة واسعة من المجتمع الصومالي في منطقة أرض الصومال
اصلا يرفض مثل هذا الاتفاق من الشعوب الساكنه والقاطنه داخل منطقه ارض الصومال، وهو عشيره صولا، وهي من العشائر الكبيره في هذه المنطقه التي ترفض هذا الاتفاق. لا يوجد كيان لدوله. اضف الى هذا ان الدول الاقليميه المحيطه، على سبيل المثال جيبوتي التي تستفيد سنويا بما يقارب 2 مليار دولار نتيجه تاجيرها او امداد البضائع التي تاتي من اثيوبيا عبر المواني الجيبوتيه. اضف الى ذلك ايضا ان معظم الدول الاقليميه تنظر الى اي تمدد اثيوبي باعتباره تهديد خطير، نظرا لان اثيوبيا تاريخيا، الجزء الأخير، تاريخيا كانت تمثل عائق رئيسي وعقبة رئيسية في وجه أي تمدد سواء كان عربي أو إسلامي في هذه المنطقة. وظل العالم الغربي يعتبر أن أثيوبيا ركن مهم جدا، لدرجة أنه فرض عقوبات على إيطاليا عندما استعمرت جزء من أثيوبيا، ولم تستعمر أثيوبيا سوى 5 أعوام فقط لجزء. أحسنت يا دكتور. طيب أروح للأستاذ أحمد مولانا. أستاذ أحمد، قيل يعني سمعنا أو كان هناك أنه في سنة 21 الإمارات فككت قاعدتها الأثيوبية أو العسكرية في إريتريا، وقبلها في 18 جيبوتي طردت الإمارات حسب معلوماتي، وحضرتك صحح لي أو المعلومات دي مش صح. السؤال الآن، إلى أي مدى هناك من يشير إلى أن الإمارات بتلعب في الخلفية، في خلفية المشهد ده، ونحن نعلم أن الإمارات فشلت في السيطرة على خليج عدن وظلت لسنوات تحارب مع السعودية حتى تستطيع أن تجد موضع قدم لها في عدن. إلى أي مدى ممكن أن تلعب أبو ظبي دور في مسألة وجود فترينا أو بلكونة لأثيوبيا على خليج عدن؟ الإمارات يعني تفكيكها الوجود في القاعدة العسكرية في أريتريا كان مرتبط بإعادة التموضع الخاص بها في اليمن، فهي مع إعلان انسحابها بشكل رسمي من اليمن لم تعد هناك حاجة للقاعدة الموجودة في أريتريا اللي كانت بتمثل قاعدة للإسناد ولنقل العتاد والذخائر والقيام بعمليات الاستطلاع وتنفيذ الغارات على مناطق سيطرة الحوثيين وغير ذلك. هي بعد كده بدأت تعتمد بشكل رئيسي على المجلس الانتقالي الجنوبي وبتقدم له التمويل والتدريب والتأهيل، فإنما سحبت عدد القوات، كان لها قوات والبعض منها قتل في اشتباكات، فسحبت هؤلاء، فبالتالي كان الأمر مرتبط بإعادة التموضع الذي قامت به. إنما ما زال لها وجود في جنوب اليمن المطلة على البحر العرب وخليج عدن، لها وجود في جزيرة سقطرة ومن خلال يعني المجلس الانتقالي وما يسمى بالنخبة الشبوانية وغيرها من المجموعات العسكرية التابعة لها. فيما يرتبط بعلاقتها بأثيوبيا، هي علاقات وطيدة، هي ساعدت أبي أحمد بطائرات مسيرة في مواجهة التمرد التجري عندما كانوا يتقدمون باتجاه أديس أبابا، كانت إحدى الدول التي وفرت له يعني عتاد متطور. كذلك من بضع شهور الرئيس الإماراتي محمد بن زايد زار أثيوبيا ووقع هناك 17 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري وغير ذلك، وهي تعد من الدول القريبة للغاية من أثيوبيا ولها استثمار في الجانب الزراعي في أثيوبيا. أثيوبيا كما ذكر يعني الدكتور محمد، هي بينها وبين محيطها خط صدع حضاري موجود منذ القديم. أثيوبيا مرتفعات يسكنها غالبية من المسيحيين، في حين أن السهول في المنطقة يعني الشمالية ترتبط ب يعني وجود سوداني في منطقة الفشقة وغيرها بيسكنها أغلبية مسلمة، وكذلك في المحيط الغربي لأثيوبيا هذه منطقة سهلية أغلبها مسلمين، وكانت قديما تسمى الصومال الكبير اللي تم تفتيته الخمس دول، يعني جيبوتي هذه كانت تسمى الصومال الفرنسي أصبحت جيبوتي، وفي جزء الصومال الغربي قامت بريطانيا بمنحه لأثيوبيا مقابل دعمها لبريطانيا في مواجهة الثورة المهدية في السودان وفي مواجهة إيطاليا. ف أثيوبيا هي نقطة ارتكاز للدعم الغربي في شرق أفريقيا وفي القرن الأفريقي، وهي يعني تدير خط صراع حضاري، صدع حضاري كبير مع العالم الإسلامي، بل حتى احنا عندنا في التراث الإسلامي يعني في نبوءات آخر الزمان ان بتدمر الكعبة على يد رجل من الحبشة يدعى ذي السويقتين، هذه في علامات الكبرى يعني وفي أحاديث يعني صحيحة.
فأثيوبيا قديما وحاليا ومستقبلا متوقع حدوث يعني احتكاكات بها كثيرة ومتنوعة. فالإمارات يعني بتراهن عليها وبتراهن على تقوية تحالفها معها، لها أزمات مع جيبوتي، لها أزمات حتى في مرحلة سابقة في عهد الرئيس الصومالي السابق فرماجو، كان تم يعني توقيف طائرة إماراتية فيها 10 مليون دولار وصدرت هذه الأموال وحصل وقتها مشكلة، ولكنها هي دعمت بعد ذلك يعني أطراف أخرى في الصومال، وهي تراهن على قضية الفيدرالية. الصومال دولة فيدرالية فيها 5 أقاليم وهناك خلافات بينها وبين الإدارة المركزية. مشروع الأثيوبي والمشروع الإماراتي يقوم على قضية تفتيت الصومال وعدم وجود إدارة مركزية قوية في الصومال، هو نفس المشروع الموجود في اليمن بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في مقابل أطراف أخرى، الحوثيين في صنعاء أو الحكومة الشرعية، كذلك دعم حفتر في ليبيا مقابل الحكومة الموجودة في طرابلس، كذلك دعم قوات الدعم السريع وحمدتي في السودان مقابل الجيش، وأيضا دعم أرض الصومال ودعم بعض الولايات والحكومات الفيدرالية في الصومال في مقابل الحكومة المركزية ضمن مشروع بيرى أن عملية التفتيت هذه بتتيح للإمارات التمدد واستثمار في مشاريع زراعية واستثمار في موانئ، وبيلتقي هذا الأمر مع المصلحة التاريخية الأثيوبية اللي بترى أن أي وحدة في الصومال وقوة في الصومال ستعيد للصوماليين مشروع الصومال الكبير، واللي كان سبب في حرب عام 1977 استعاد فيها الصومال العديد أو مساحات واسعة من منطقة أوجادين أو الصومال الغربي لولا التدخل من كوبا والاتحاد السوفيتي. دعم وقتها كان نظام شيوعي بيحكم أثيوبيا، دعموه وهزم الجيش الصومالي بعد هذا التدخل من القوى الشيوعية، وده كان أحد الأسباب اللي أدت بعد ذلك لتذمر الجيش والصومال في عام 1991، وكان نتاج تداعيات الهزيمة في حرب أوجادين مع أثيوبيا. ومن وقتها أثيوبيا حريصة على إضعاف الصومال وإضعاف وحدته، فهنا تتلاقى مصالح إماراتية مع مصالح أثيوبية، وهذا يضر كما يعني أشرت حضرتك في بداية الحلقة بالملف المصري وبمصالح مصر. إحنا عندما ننظر إلى خريطة مصر في عهد الخديوي إسماعيل بعد افتتاح قناة السويس، تاريخيا كانت مناطق بربرة وزيلع وهذه المناطق جزء من الدولة المصرية، لأن كان بيرى إن القرن الإفريقي هو جزء من الأمن القومي المصري لتأمين الملاحة في قناة السويس وكذلك منابع النيل لتأمين مياه النيل. فكانت مصر في العهد الخديوي إسماعيل حدودها تمتد إلى زيلع وبربرة وهذه المناطق الموجودة الآن في أرض الصومال وفي الصومال وفي جيبوتي. فما يتم اليوم من قبل أثيوبيا هو خنق لمصر، في من جهة خنق بعامل الديون وبعض الأطراف الخليجية لها دور فيه كبير، ومن جهة أثيوبيا تم الخنق بمياه النيل وبتحاول الخنق عن يعني الملاحة في البحر الأحمر. فأي نظام مستقبلي، أنا في ظني وظن الكثيرين الواقع الحالي غير قابل للديمومة والاستمرار، فأي نظام مستقل هيأتي في مصر يسعى للنهوض لمصر، يسعى لمعالجة الأضرار التي لحقت بها خلال 10 سنوات أو وقتها 11 سنة أو 12 سنة أو غير ذلك، هيكون مكبل بأكثر من وتد يعني حد تشد أثيوبيا من جهتين من البحر الأحمر والنيل، وتشد الإمارات وأطراف أخرى خارجية من جهة الديون بدعم من قوى دولية. وبذلك يعني في حال أي وجود نهضة لمصر مثلما كان هناك بشائر في عام 2011 تكون هذه أدوات لمنع هذه النهضة ووضع عقبات حقيقية. وصلت. دكتور محمد، ده الوقت بيخلص وباقي دقائق قليلة وعندي أسئلة كتيرة جدا، بس هو سؤالي لحضرتك، الأستاذ أحمد مولانا ادانا يعني صورة كاملة عن أنا ما شككت فيها أنه دي محاولة من أثيوبيا، خلينا نقول بين قوسين كده بالبلدي، لعكنانة مصر في البحر الأحمر. ولكن الأستاذ أحمد تحدث عن أجندة إماراتية أثيوبية وتوأمة، ولكن لم يأتي الأستاذ أحمد على ذكر أنه نتنياهو كان في زيارة لأثيوبيا وأن إسرائيل لديها علاقات واتفاقيات كبيرة جدا مع أثيوبيا، فهل يمكن اعتبار أنه الأجندة أصبحت الآن أو نستطيع أن نقول أصبحت إماراتية إسرائيلية أثيوبية، وهل الأجندة دي لو هي حقيقية تكون ضد مصلحة مصر والسعودية؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة ممتد ويحمل استراتيجية متجذرة لدى العقلية الصهيونية الإسرائيلية منذ تأسيس الدولة حتى الآن. الأدبيات الإسرائيلية تنظر إلى منطقة القرن الإفريقي وإلى أفريقيا باعتبارها منطقة مهمة جدا لما أطلقت عليه أنت نعرفه بالمصري عكننة على المصريين وعكننة على العرب بشكل عام، بما يمثل من الناحية الاستراتيجية حائط التفافي حول العرب والمسلمين في هذه المنطقة. هذا بعد تاريخي مهم جدا. الغريب في الأمر هو الدور الإماراتي اللي أشار إليه الأستاذ أحمد في بعض الجوانب، لكنه ممتد إلى أكثر من ذلك. فنجد مثلا أن شركة مواني دبي هي التي تدير ميناء بربرة، وهي التي منحت أثيوبيا في ذات الوقت ما يزيد عن 20% من الأسهم الموجودة داخل هذا الميناء، بما مكن أثيوبيا من وجود نفوذ لها داخل ميناء بربرة الذي تريد تأجير 20 كيلومتر منه الآن. وهذا موقف في غاية الغرابة، لدرجة أن هناك مثلا ما يزيد عن 10 مليار دولار تم ضخها من جانب الإماراتيين داخل، وهو ما أشار إليه الأستاذ أحمد أيضا، داخل أثيوبيا في استثمارات، سواء كان ذلك من خلال استثمار عسكري بتغليب الحكومة المركزية على جبهة تجراي من خلال مدها بالمسيرات والطائرات بدون طيار التي تم استخدامها في هذه المعارك. وبالتالي هناك وجود إسرائيلي مهم في هذه المنطقة. هذا الوجود الإسرائيلي المهم بطبيعة الحال يميل إلى سياسات التفتيت والتجزئة في هذه المنطقة وإثارة الصراعات في هذه المنطقة حتى يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها. نجد مثلا أنه أكثر الدول في هذه المنطقة التي لم تنتقد هذه العملية الإجرامية التي تتم في غزة الآن هي كينيا على سبيل المثال، بل ودافعت إلى حد الدفاع عن إسرائيل. هذا نفوذ سياسي وهذا نفوذ استراتيجي مهم لإسرائيل. وفي نهاية المطاف الجزء المهم في هذا السياق هو ما يستخدمه النظم الاستبدادية في تحقيق انتصارات وهمية من خلال الصياغات البروباغندية التي تعتمد في نهاية المطاف على صيغ شعبوية تروج على مستوى الداخل، لكنها لا تحقق تمايز حقيقي وأداء كفء في السياسات الاستراتيجية للدولة. بني سد النهضة ولم تتحرك مصر، بني حائط مهم وحيوي يحول ما بين المصريين وما بين تاريخهم في مياه وفي هذه البقعة، ولم يتحرك ولم تتحرك الدولة المصرية. بقى في نهاية المطاف إخفاق كبير على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، بل وأداء مترهل، ويعني ربما وصل ذروة ترهله فيما أطلق عليه الرئيس من أقسم بالله العظيم أنه مش هضر مصر، ووثرنا أمثولة بهذه الجملة. في نهاية المطاف هذا النظام أو هذه النظم الاستبدادية هي نظم ضعيفة تروج للداخل شعارات لا علاقة لها لا بصياغات استراتيجية للمخاطر التي تهدد الدولة، ولا تقدم حلول جذرية لأزمتها. طيب السؤال الأخير للدكتور محمد، يعني سريعا، هل يمكن أن يكون الميناء الجديد إذا كان هذا الاتفاق جاد ودخل حيز تنفيذ، هل يمكن أن يكون بديلا عن ميناء عدن أو مضيق باب المندب بحريا؟ لمن؟ لا 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 على الإطلاق. المضيق هو الممر المائي الذي تمر من خلاله السفن، الميناء هو وسيلة لتسهيل نقل البضائع لكي تعوض من خلاله أثيوبيا كونها دولة مغلقة. لكن لا يلعب لا يمكن يلعب دور بديل عن عدن. لا خالص، لا 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 يمكن بطبيعة الحال. ميناء عدن من أهم المواني لأنه مساحته مفتوحة على المياه في خليج عدن، ويشكل أهمية استراتيجية لأنه المساحات الموجودة فيه غير موجودة في أي مواني أخرى. ولهذا تظل أهمية ميناء عدن الاستراتيجية قديما، عندما جاء الإنجليز في هذه المنطقة لكي يحموا تجارتهم في الهند الممتدة، فكانت منطقة عدن هي أهم منطقة. ده قديما، لكن الآن هو وظلت حتى وتظل. طيب هروح للاستاذ احمد. سؤال الاخير للاستاذ احمد، البعض يرى كما ذكرت حضراتكم انه حضرتك ذكرت كده والدكتور محمد انه يعني هذا اتفاق لم يدخل حيز تنفيذ وليس له هذه الاهميه، وكما ذكرت حضرتك استاذ احمد انه السيسي بيستغل عدم القبول الدولي لصوماليا لاند ولا لهذه الاتفاقيه. فالبعض يرى انه
ربما تكون هذه محاولة من السيسي لإشغال الجيش في قضية أخرى خارج البلاد، ومحاولة ما يمكن نطلق عليه تنفيذ غضب القادة العسكريين المتذمرين داخل الجيش إلى قضية بعيدا عن الداخل. إلى أي مدى ممكن يكون التأويل ده أو هذا التفسير صحيح؟ يعني أنا أميل إن هو هيكتفي بالتصريحات الكلامية أو ربما تقديم بعض الدعم أو التأهيل أو التدريب لقوات الصومالية، إنما إرسال قوات عسكرية حقيقية لخوض قتال في حال إقدام أثيوبيا على تنفيذ هذا الاتفاق أنا أشك فيه، بالذات في ظل الأحداث الموجودة في السودان اليوم. هذا يتطلب منه خط إمداد لوجستي يعني طويل للغاية حتى يصل إلى الصومال، في ظل تردي للوضع الاقتصادي، في ظل مركزية الصومال في الرؤية الغربية للمنطقة وتحالفاتها مع أطراف أخرى مثل الإمارات وفرنسا وغيرها. فبالتالي خوض عمل عسكري على هذه المسافة الكبيرة لن يكون يعني مجديا. وأنا في ظني أنه خلال تجربته خلال 11 سنة اللي تولى فيهم السلطة أنه هو حريص على تجنيب الجيش خوض أي عمليات قتالية. لا بس شفنا بعض قوات الجيش المصري في السودان. لا كانت قوات تدريب وتأهيل، إنما عندما حدث القتال في السودان تم سحبها مباشرة، هي لم تقاتل في السودان. يعني عندما حدث ما حدث كانت مناورات يعني مشتركة وغير ذلك. إنما يعني أنت رأيك أنه دي ممكن تكون محاولة لإشغال الجيش في قضية خارجية في ظل ده، إنما اكتساب شرعية من خلال التصريحات الكلامية القوية إن هو يدافع عن حقوق مصر، إنما قضية إشغال الجيش فعليا بإرساله إلى هذه المنطقة أنا أظن ده لا إشغال الجيش، لا ليس إشغال الجيش بأنه يرسل الأمن، إنما توجيه نظر القادة المتذمرين أو بعض ضباط الجيش حتى الشعب أن هناك رئيس يدافع عن حقوقه بشكل حازم بشكل صارم. يعني هذا الشكل بطبيعة الحال هيكون في حرص عليه، إنما التطبيق الفعلي هذا هو التحدي. مثلما كانت هناك تصريحات فيما يخص سد النهضة قوية وحازمة لم يتتخذ أي خطوة فعلية، فبالتالي المعول الرئيسي هو الفعل. فعلى مستوى الكلام هذا بيعزز به شرعيته انه يدافع عن حقوق مصر، ان هناك حزم هناك تهديد الخ، انما على مستوى الفعل للاسف مصر خلال العشر سنوات الماضيه هي صفر على مستوى الفعل في الاطار الاقليمي، وبالتالي شهدنا هذه التوترات الموجوده على كافه الحدود في ليبيا في السودان في غزه مع ازمه سد النهضه مع البحر الاحمر، كل يعني محاور الأمن القومي لمصر يعني ما هو ده يخليني برضو أنا بس الوقت خلص خلاص انتهى، بس ده يخليني أسأل يعني كيف لرجل مسؤول مفترض أنه مسؤول وعاقل بالغ ناضج رشيد أن يتحدث عن معارك وهو يعلم أن أي معركة يدخلها دولة لها فاتورة مكلفة جدا، ونحن نرى الآن إسرائيل دعم دولي غير محدود لإسرائيل، ومع ذلك إسرائيل تعاني من أزمة اقتصادية. يعني لا أدري كيف يمكن تسمية رجل زي عبد الفتاح السيسي مفترض أنه عسكري مفترض أنه عاقل. دكتور محمد، هل لديك تعليق بأنه الرجل يطلق تصريحات تهديد بينما هو يعاني في الداخل من أزمة اقتصادية طاحنة؟ يعني كيف يستقيم أن يستقبل المتفرج العادي المتابع حتى اللي بيحب السيسي أنه يتحدث عن الحرب دون أن يحدثنا عن فاتورة لهذه الحرب؟ كيف رأيت ده يا دكتور محمد سريعا بعد إذنك؟ للأسف الشديد النظم الاستبدادية نتيجة فشلها في إدارة مؤسساتها وإخفاقها في اختيار أسلحة والمهارة في أداء أعمالهم يتسبب ذلك كثيرا فيما تتحدث عنه في حالة العجز التي تتحدث عنها. أنا أراها حالة عجز ناتجة عن تغييب القيادات والكفاءات عن منظومة الحكم نتيجة اتباع سياسات لا علاقة بالاستبداد واختيار أصحاب الولاء بدلا من أصحاب الكفاءة والمهارة. جزء كبير منها يمكن تأويل وتفسير ما نحن فيه، وهذا ما أشار إليه أحد الباحثين المهمين الذي اشترك في مباحثات سد النهضة في المرحلة الأولى منها، وأخرج لنا دراسة بحثية مهمة جدا أشار فيها إلى نقص كفاءة المحاور المفاوض المصري في هذه المفاوضات. أضف إلى ذلك أنه في تقديري أن النظم الاستبدادية لا تفرض إلا ما تراه حضرتك، ما أشرت إليه حضرتك فيما يتعلق بأنه النظام يهدد ويلوح
بمنطقة سهلة يذهب فيها إلى حرب وهو يدرك حجم الإخفاق الاقتصادي والأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها هو. هذا تكرر في الأرجنتين في جزر فوكلاند عندما ذهبت الزمرة العسكرية لحرب، هم يدركون منذ البداية أنهم غير قادرين عليها وتسبب هذا في خسارة كبيرة. ما أريد إضافته في هذا المقام أنه من يحكم هذه الدولة ومن يحكم مصر يدرك إلى حد بعيد أن إرسال قوات إلى منطقة للقتال خارج حدود الدولة المصرية يكون له عواقب ونتائج وخيمة عليه، وهذا ما دفع السيسي إلى رفض إرسال قوات في عام 2015 رغم الإغراءات الخليجية الكبيرة، لأنه درس حرب اليمن ما زال ماثلا في ذهن وعقلية الجيش المصري. يعني أحسنتم والله يا أستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات، بشكرك جدا أستاذ أحمد جدا. الدكتور محمد أبو العنين الكاتب والمحلل السياسي، بشكرك جدا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا يا فندم. حقيقة ضيوفي خلاص، يعني أي حد يكلمك عن فتحة صدر السيسي ارجع للفقرة دي عشان تعلم أنه كلها كانت هتش كلام فارغ، هي تهديدات كلامية. لأنه أولا لا أحد معترف بصوماليا لاند، وبالتالي أيضا هذا الاتفاق هو مجرد بس خطاب نوايا، وسيسي استغل أنه ما فيش اتفاق دولي على أو قبول دولي للقصة دي وخرج عشان يعلن تهديده لأثيوبيا. وكما ذكر الأستاذ الدكتور محمد أبو العنين أنه أيضا أي حرب تدخلها أي دولة في العالم هي لها فاتورة اقتصادية، وأنت دولة تعاني من ديون، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، فليس لك أي مقدرة على الحرب. لا أعلم كيف أو من أين يأتي السيسي بتهديدات عسكرية وهو لا يملك قوت يومه. يعني إسرائيل تمتلك الآن دعم دولي عسكري واقتصادي وتعاني من أزمة اقتصادية، العالم كله يقف مع إسرائيل بالسلاح بالدعم بالمال، ومع ذلك إسرائيل في الداخل تعاني من أزمة اقتصادية. فما بالك بدولة زي مصر اقتصادها في الحضيض؟ يا راجل حرام عليك، اتقي الله واحترم الناس. الحلقة خلصت، إلى أن نراكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.